مختلف مناطق المملكة، سواء كانوا منسقين في المديريات أو التجمعات أو حتى منسوبي المنشآت الصحية، أو كل عام وحضراتكم وأسركم جميعاً بكل خير. يمكن اليوم بداية العودة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وحرص الجميع على تواجدهم أون تايم وعلى انضمامهم لمثل هذه الدورات المكثفة اللي تقدمها الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، وحرصهم على تواجدهم منذ بداية الدوام صراحة شيء يشكر عليه الجميع. وطبعا ما ننسى جهود الزملاء المنسقين والمنسقات في مختلف المراكز التدريبية. يمكن اليوم هو وضع خاص لأنه ينضم لنا الزملاء المقبولين، أو ما ابغى اسميهم الطلاب، هم زملاء ونتعلم منهم جميعا في البرنامجين المكثفين، سواء كان الهايوس او الهيلث كير اسوسييتد انفكشن اوت بريك اند سيرفيلانس، او حتى في الهايسك الاتش اي اي سيرفيلانس كورس. وهي كلا الدورتين هي من الدورات المكثفه اللي نتامل صراحه في منسوبيها وخريجيها العمل الكبير والجهد الكبير وقيادة دفة يمكن الكور بروجرام لمكافحة العدوى بداية من السيرفيلانس أو حتى التفشيات في مختلف القطاعات الصحية. طبعا خلال الكورس كامل يمكن شرحت لكم أستاذة أبرار سابقا أنه لابد يكون على الطلاب أو المتدربين جهد كبير، بحكم انه هذه الكورسات هي مكثفه وتخصصيه اكثر. لابد احنا نتعامل يعني كبوست جراد، لابد ان يكون في تحضير، مو فقط حضور المحاضره كمستمعين، لكن لابد ان احنا نحضر، نقرا، نطلع، سواء كان اذا في محاضرات مسجله او حتى مواد تعليميه لابد ان احنا نطلع عليها. نامل ان المحاضرات التاليه تكون مور انتر اكتف وفيها نقاش اكبر. يمكن اليوم عيديتنا البسيطه لاولى محاضرات الكورس، اللي انا متاكده انه الجميع على علم كافي بمحتويات هذه المحاضرتين، لكن من الجيد انه احنا نراجع بعض المصطلحات ونؤكد عليها استعدادا للمحاضرات التاليه الاكثر تخصصيه. طبعا انا زميلتكم، اللي ما يعرفني انا زميلتكم دكتوره نادين برهان، مدير اداره المتابعه والتطوير بالاداره العامه لمكافحه العدوى بوزاره الصحه. اولى محاضراتنا اليوم هي البرنسبل اوف ابيديميولوجي، او مبادئ علم الوبائيات. طيب راح نتطرق في هذه المحاضرة إلى تعريف الإبيديميولوجي، أو ما هو الإبيديميولوجي، وهل اللغط اللي دائما يحصل ما بين الممارسين الصحيين، هل الوبائيات هي نفسها الأوبئة، هل تعنى فقط بدراسة الأمراض المعدية، أم أنها تشمل منظور أكبر وأوسع. الإبيديميولوجيكال أبليكيشن أو إمبلمنتيشن أوف إبيديميولوجي، خاصة من ناحية الإنفكشن كنترول، كيف إحنا ممكن نقدر نستفيد منها. ديسكريبتيف أند أناليتيكال إبيديميولوجي، وإيش الفرق بينهم. إبيديميولوجيكال أبروتش، تايبس أوف إبيديميولوجيكال ستدي، measuring disease occurrence, measuring disease association، وكيف احنا نقدر نعبر عن حدوث مرض محدد او حتى event محدد في او حدث وبائي محدد، وكيف نقدر نربط الريسك فاكتور بالاوتكم. How is epidemiology used in infection control، وكيف نقدر نربط علاقة دراسة هذه المبادئ والمفاهيم بمكافحة العدوى. يمكن الزملاء في الببليك هيلث أو حتى في الصحة العامة ككل، تطبيق مبادئ الإبيديميولوجي بالنسبة لهم أكثر سلاسة وأكثر سهولة، لكن كيف إحنا نقدر نستفيد من هذا العلم وتطبيقه داخل المنشآت الصحية. أنا أرى أن الزملاء والزميلات ما زالوا يعني يتوالوا حتى الآن في الدخول للمحاضرة. أأمل إن شاء الله أنه في المحاضرات القادمة أن يلتزم يعني الجميع بالوقت، وحاولوا يكونوا متواجدين على الرابط قبل بدء المحاضرة على الأقل بخمس دقائق، تسهيلا للزملاء المنسقين وأيضا الزملاء هنا في إدارة التدريب لحصر الحضور، وأيضا حتى ما يتم فيه تشتيت للمحاضر أو حتى المشرف على المحاضرة.
طيب بداية، what is epidemiology؟ احنا متعودين في كل المصطلحات الطبية أو التعاريف خاصة ذات الأصل اليوناني أو الروماني إنها تكون مقسمة ودائما لكل جزء أو suffix أو prefix دلالة محددة. طيب إذا قسمناها إلى epi هو يعنى ب among or upon، دي مستعني people logy study of. باختصار يمكن الاسم يوحيل لأنه احنا نحاول ندرس في علم الابيديميولوجيا او الوبائيات الحاله، خلينا نقول الصحيه في population محدد او في مجموعه محدده من الاشخاص. طيب for a more comprehensive definition, what is epidemiology? The study of distribution and determinants of health-related status or event in a specific population and the application of this study to control of health problem. هو علم دراسة مسببات وتوزيع أي حدث مرتبط بالصحة في مجموعة محددة من الأشخاص وكيف تؤثر هذه المسببات على الصحة أو الهيلث بصورة عامة. طبعا مهم جدا أنه إحنا نعي هذا التعريف ونفهمه. الديستريبيوشن دائما إحنا نقيسه بعد ذلك زي ما حنرى إن شاء الله تباعا خلال هذه المحاضرة، إما بالفريكونسي أو الانسيدنس أو البريفالنس أند سيرفيلنس، كيف هذا المرض أو الإيفنت أو الديزيز موزع في بوبليشن محددة. Determinants مسببات to characterize the study population in terms of person, time and place. يمكن هذه الثلاثة محددات هي دائما ثابتة وحتى حتشوفوها تباعا إن شاء الله حتى في الجزء الخاص بالoutbreak. Person و time and place هي جزء جدا هام أو محددات جدا هامة في علم الوبائيات. Health هي كلمة شاملة ولا تعنى فقط ب الأمراض المعدية، إنما تعني بالـ complete status of health سواء كانت physical, mental or social well-being and not merely the absence of disease. هذا حسب تعريف الـ WHO تقريبا اللي صدر في الأربعينات. طيب application of epidemiology، ما هي استخدام أو استخدامات علم الوبائيات في الصحة عموما؟ To determine the disease burden، أي مقياس أو عبء لمرض محدد في مجموعة محددة من الناس أو المناطق أو المنشآت الصحية أو حتى الدول أو القارات أو حتى الجلوب، علم الإبيديميولوجي أو الوبائيات يساعدنا على تحديد determinant or determine the disease burden. To study the natural history and prognosis of disease، بالتالي مع متابعة الأمراض وخلال المدة الزمنية المحددة سواء كانت مدة قصيرة أو مدة طويلة ومقارنتها مع القراءات السابقة، إحنا نتساعد أكثر في فهم التاريخ المرضي لتطور أي مرض وأيضاً البروغنوسز أو ما تؤول إليه الأمراض بمختلف أنواعها. To identify the disease risk factors and to determine their relative importance. بطبيعة الحال أي disease اللي هو يعتبر as an outcome في حالة الأمراض المعدية أو في حالة الانفكشن كنترول أكيد له risk factors، إذا علم الوبائيات بالassociation المحددة أو بالدراسات المحددة والstatistical study ساعدنا أكثر في فهم مسببات الأمراض أو حتى عوامل الخطورة. To evaluate both existing and new prevention and therapeutic measures and modes of healthcare delivery. طيب إذا أنا أجريت أو طبقت إجراءات وقائية محددة للحماية من الأمراض أو حتى في حالات الكلينيكال استدي إجراءات علاجية، أنا أقدر أدرس علاقتها بالآوتكم وهل هي إجراءات كانت صحيحة وحدت من المرض أو من خطورة الآوتكم أو الريت أو الإيفنت أو لم تكن ناجحة بالشكل المطلوب ويجب علي مراجعتها مرة أخرى والنظر في إجراءات أخرى أكثر فائدة. أيضا من الـ application of epidemiology to provide the foundation for developing
public policy and regulatory decision relating to environmental problem. الانفايرمنت هي احد ايضا العوامل اللي تؤثر بشكل مباشر زي ما ايضا راح نرى لاحقا في الابيديميولوجيكال تريات في حدوث اي مرض او ديزيز او ايفنت. وبالتالي من وجهه نظر public health او infection control وقائيه، علم الابيديميولوجي يساهم ويساعد في صناعه القرارات وايضا انشاء السياسات اللي بدورها انها تحد من الامراض او حتى صدور بعض الانظمه اللي تساعد في اتخاذ القرارات. ويمكن نتذكر خلال الجائحه الماضيه كانت القرارات بمختلف درجاتها تعتمد على الوضع الوبائي وعدد الحالات وحتى توزيعها في مختلف المناطق أو مختلف مناطق المملكة. ويمكن كانت حتى القرارات يعني تختلف من منطقة لأخرى according to the burden أو حتى magnitude of the problem. To conduct surveillance of disease and injury occurrence in population and of the levels of risk factors. بطبيعة الحال علم الوبائيات يعتمد بصورة كبيرة على السيرفيلنس أو على الترصد أو متابعة الحالات بشكل مستمر ورصدها لتحديد حجم المشكلة وأي ارتفاعات أو انخفاضات في الريت أو حتى الإيفنت أو عدد الحالات. أيضاً to investigate an outbreaks، وهذا شيء أساسي ومهم. إذن معرفة هذه المصطلحات أو وضع الابيديميولوجي او principle of epidemiology يعني في افتتاح الكورسات التدريبيه المكثفه للترصد والتفشيات الوبائيه هي مو فقط عشان احنا نعرف تعاريف يمكن ما لها معنى ونحاول نتعرف على معادلات تثقل علينا، لكن كيف احنا نقدر نستفيد من هذه المفاهيم الشامله وتطبيقها للحد من العدوى وتطبيق اجراءات مكافحه العدوى بالطريقة الصحيحة. طيب. Descriptive and analytical epidemiology. علوم الوبائيات بصورة عامة ينقسم إلى قسمين، إما وصفي أو تحليلي. Descriptive epidemiology deals with the basic disease data. يعني أنا فقط أوصف البيانات أو المعلومات اللي موجودة لمرض محدد في in a time, place and person involved in a disease في مجموعة محددة خلال وقت محدد ومكان محدد، فقط الموضوع وصفي. لكن الاناليتيكال epidemiology أو علم الوبائيات التحليلي on another hand is the field of epidemiology in which the above hypotheses are tested. أنا بحاول قدر الإمكان أني أنا أختبر فرضية محددة إلى أن أثبتها أو حتى أنفيها بالطرق الإحصائية المعتمدة حتى تصبح وترقى إلى أن تكون نظرية. It assess the risk factors and analyze the distribution of disease. طبعا بتحليلي للوضع الوبائي في مجموعة طبعا لديزيز أو إيفنت محدد في مجموعة محددة من الـ population in a certain time and place ومحاولة إثبات أو نفي نظرية محددة أو فرضية محددة إلى أن ترقى إلى أن تكون فرضية أو نظرية أو لا، هو دور علم الوبائيات التحليلية. طيب epidemiological approach studying a health problem مثل ما ذكرنا. طيب في الانيشال اوبزرفيشن انا فقط اذا كنت حابه اشاهد مشاهده مبدئيه لمجموعه محدده من المرضى، فور اكزامبل المرضى اللي عندهم كلابسي وعندهم سنترال لاين في وحدات محدده ليتس سي وحدات العنايه المركزه. في الانيشال اوبزرفيشن مثلا انا حلاحظ انه السنترال لاين inserted at femoral frequently it ends with collapse. هي فقط مشاهده مبدئيه يعني مو مبني عليها اي ارقام او ماجنيتيود محدد ولا حتى ريت محدد. طيب preliminary defining the health problem، اذا انا في الدراسات الوبائيه احاول اطور النظريه مع المشاهدات المستمره
الى اني انا to formulate a hypothesis، وبعد كده I will go through an epidemiological study. فرضيتي كانت انه الفيمورال از ريسكي ذان سبكليفيان، هذه فقط بالمشاهدات المبدئيه. طيب في الديسكربتيف ابيديميولوجي، اذا انا حبيت اوصف الحاله الوبائيه اقول الريت اوف كلابسي ان فيمورال فور اكزامبل كان 5.2 per 1000 central line days and subclavian lines كان 3.1 per 1000 central line days و there is difference بينهم. For a more analytical epidemiology اللي خليني أقول statement أكثر تحليلا unlike adult pediatric lapsi in femoral كانت 3 per 1000 central line days and subclavian lines كانت 3.5 per 1000 central line days which was similar for example. أنا حاولت أقارن أكثر وأدخل في وضع تحليلي for a different population. طيب إذا أنا حبيت أرتقي أكثر بنوع الدراسات الوبائية وأنا I want to implement خلينا نقول an experiment أو intervention for a healthcare delivery. For example, I want to implement central line prevention bundle. This is my experiment, central line bundle implementation. بعد كده أنا أسوي evaluation. For example, أطلع من الستدي حقتي إنه central line bundle implementation was successful in reducing CLABSI in adult ICU, for example. طيب, خلينا نشوف اتباعاً كيف ممكن نحقق هذا الموضوع بدراسة أو نظرة أكثر تفصيل عن أنواع الـ epidemiological study أو أنواع الدراسات. طيب, is there any assigning of exposure؟ هل أنا تدخلت بانترفنشن محددة أو experiment محددة لهذه المجموعة من المرضى أو لهذه population؟ If yes, so الموضوع انتقل إلى كونه experimental study. إذا أنا ما كان عندي أي تدخل لا ببندل لا بتريتمنت لا مثلا بإديوكيشن بروجرام، إذا أنا ما زلت في سايد الobservational study. ويمكن أغلب التدخلات في الانفكشن كنترول أو أغلب المشاهدات حتكون toward الobservational study unless أنا كان عندي مثلا implementation of new strategy أو bundle أو حتى policy أو education program. ننتقل إلى جزء الاكسبيرمنتال. لكن في الوضع العادي الobservational study أنا حأشوف is there any comparison group. If no, this is only descriptive. أنا فقط بأوصف الوضع. لكن إذا كان في comparison group أو في two groups، إذا أنا في الside أو الarm of analytical study. طيب حنشوف بعد كده الdirection. هل أنا بدأت بالexposure وبحثت عن الoutcome؟ إذا أنا في cohort study وحنشوفها أيضا بتفصيل أكثر. هل أنا بدأت بالoutcome وبحثت عن الاكسبوجر؟ انا في الكيس كنترول بدات بالكيس. هل الاكسبوجر والاوتكم كانوا ات ذا سيم تايم؟ اذا انا في الكروس سكشنال ستدي وانا اخذت دراسه مستقطعه ونظرت الى الكل في نفس الوقت. لكن في الجزء الاخر في الاكسبيرمنتال ستدي او في الانترفنشنال ستدي انظر اكثر طالما انه موجود اذا انا في هذا الارم حانظر اكثر للراندومايزيشن، هل في راندومايزيشن او ما في راندومايزيشن، وحنشوفها ايضا تباعا. لكن يمكن هذا الفلو تشارت او هذا الرسم البياني جدا مهم اني انا استوعبه في البدايه واحاول اني اقرا واستزيد فيه اكثر وأكثر. طبعًا يمكن مرجعنا الأساسي في الانفكشن كنترول هو الإبيك، وإذا بحثنا عن كلمة epidemiology في الشابترز اللي موجودة في الإبيك يمكن حنلاقي أكثر من 3 إلى 4 إذا ما كانت أكثر شابترز فقط خاصة بالإبيديميولوجي في مختلف يعني بمختلف التفاصيل. طيب again الديسكريبتيف والاناليتيكال. الديسكريبتيف انا فقط باوصف، ودائما احد اشهر الامثله هي الكيس ريبورت او الكيس سيريز. انا بحاول اصف
مرض أو إيفنت أو حالة صحية محددة، إما it's only case one case أو مجموعة من الكيسز المتشابهة لتسمى case series. إذا أنا نظرت إلى مجموعة أو population محددة at one time as a snapshot, this considered as a cross-sectional study، ودائما تستخدم لل prevalence عشان أنا أحدد ال prevalence أو ال magnitude of disease في مجموعة محددة أو sample محدد. Ecological study أو correlational study يمكن تختلف لاني انا بقارن بين two different population، يمكن ما راح نتعرض لها كثير، لكن من الجيد انه احنا اذا سمعناها نعرف انه احنا هنا بنقارن بين two different population. في الاناليتيكال ستدي مثل ما ذكرنا احنا نسعى انه احنا to test a hypothesis، test نظريه محدده اما تثبت او تنفى. في الاوبزرفيشنال الكوهورت ستدي هي اللي يتم البدء فيها بالاكسبوجر ومتابعه المرضى او البوبوليشن مده زمنيه محدده بحثا عن الاوتكم. الكيس كنترول العكس، نبدا بالديزيز ونسال عن الاكسبوجر. في الانترفنشنال او الاكسبيرمنتال اشهرها هي الكلينيكال ترايلز. طيب مره ثانيه، انا متاكده انه اغلبكم يمكن يعرف التوبيك هذا بطريقة حتى وبديتيل أكثر، لكن إحنا بنراجع الآن مع بعض. الكروس سكشنال ستدي هي أحد أهم وأبسط الدراسات. في نفس الوقت أنا بأنظر إلى people with سواء كانوا exposed with the outcome or with the disease, not exposed with the disease, exposed they didn't have the disease, not exposed or they didn't have the disease at the same time. صورة مستقطعة لمجموعة محددة وأنا بحاول أوجد البريفالنس، ودائما حنلاقيها في الدراسات ودائما حنشوف الديزاين it's called cross-sectional survey أو study أو أحيانا تسمى prevalence study. طيب أشهر الأشياء أو البيانات اللي إحنا نستنبطها من الكيس كنترول هو 2 by 2 table. ذكرنا exposed not exposed they have the disease or the outcome they didn't have the disease or the outcome. وبعد كده تباعا يتم استخدام 2 by 2 table لتحديد الأرقام الإحصائية المحددة. Oh, this is an example of odds ratio. أنا مو حابة إني أدخل كتير في التفاصيل الرياضية الإحصائية. خلينا نبدأ اليوم المحاضرات كده فقط بنظرة عامة. وخلينا إن شاء الله نترك الأسئلة لنهاية المحاضرة. طيب، كل نوع من أنواع الدراسات اللي راح نتطرق لها اليوم لها strength عوامل قوة وأيضا عوامل ضعف أو تحديات محددة. ال strength أو عوامل القوة في الدراسات الكروس سكشنال أو الدراسات المستقطعة إنها relatively quick easy cheap. في نفس اللحظة أنا بشوف كل ال patients أو ال people أو participant with the outcome without with the exposure without easy cheap ما فيها cost عالي، وأنا بقدر أحدد منها ال prevalence أو magnitude of the problem or disease or health problem. Good design for hypothesis generation، أقدر بناء على المرئيات أو المعطيات اللي صدرت من هذه الدراسة إني أنا أفكر في نظرية أو فرضية محددة وأقدر أختبرها بعد كده with a higher design of study. Can study multiple exposure and diseases outcome simultaneously. يعني أنا ممكن مثلاً في مجموعة محددة من المرضى أو population أقدر أشوف multiple exposure وأقدر أشوف multiple outcome حتى through for example a validated questionnaire أو interview أو حتى تست محدد. Provide estimates of prevalence of all factors measured مثل ما ذكرنا أني أنا أحدد منها ال prevalence. Greater generalizability طبعاً بحكم أني أنا أخذ أو سهولة أني أنا أخذ sample size
كبيرة، وتقدر هذه السامبل سايز to be generalized أو to reflect the outcome على sample أكثر أو على population، فهي فرصة إني أنا أعمم المخرجات من هذا الستدي أكبر وأكبر. Good for describing the magnitude and distribution of health problem، جيدة جدا في وصف الماجنتيود أو حجم المشكلة أو الإيفنت والديستريبيوشن، وأيضا وتوزيعها في بوبليشن محددة. فور إكزامبل هذه المشكلة تنتشر أكثر مثلا حسب العينة في الميلز أكثر من الفيميلز، في اليونجر ذان الأولدر، في يعني أقدر أحدد ديستريبيوشن أو فئات محددة أكثر في هذا النوع من الدراسات. لكن أيضا هذا النوع من الدراسات له ليميتيشن. Prevalent not incident cases are identified، بحكم أني أنا ما أعرف هذه الحالات هل هي حالات جديدة أو حالات قديمة، أو يعني هل هذه الحالات منذ مدة أو this is a new case، لأن أنا بأخذ سناب شات في وقت حالي. No causal association can be established. طيب هل الإكسبوجر حدث أول أو الأوتكم حدث أول؟ أنا ما عندي العلاقة الزمنية اللي تؤكد أكثر وتدعم النظرية اللي أنا أحاول أني أنا أثبتها أو حتى أنفيها، لأن أنا بأخذ المرضى في زمن محدد. For example هل حدث السموكينج أول بعد كده صار اللنج كانسر، أو اللنج كانسر أول بعدين السموكينج؟ I don't know. Because both the disease and exposure are determined at the same time, it's often not possible to determine a temporal relationship between disease and exposure. مثل ما ذكرنا, not good for a rare disease or rare exposure. إذا كان أنا عندي عوامل خطورة أو exposures نادرة وأيضا أمراض نادرة، أنا ما أتوقع إني أنا أقدر يعني أحصل عليها أو أحصرها في أي عينة بسهولة، عكس إذا كان هذا المرض أو هذا الإيفنت هو شائع وأيضاً الإكسبوجر له شائع. وهذا يمكن أحد الليميتيشن في الكروس سكشنال ستدي. طيب ننتقل إلى نوع آخر تحليلي أكثر، اللي هو الكوهورت ستدي، وأيضا من الدراسات أو أنواع الدراسات اللي جدا مشهورة وتستخدم كثير ويمكن تفيدنا في الانفكشن كنترول، كون أنها تحسب الانسيدنس لأنه فيها التايم فاكتور أو الفولو أب فاكتور. ممكن هذا يعطيها قوة أكثر عن الدراسات السابقة بحكم أنه التمبرال ريليشن شيب واضحة. أنا أقدر من البداية أخذ expose people without outcome وأتابعهم إلى مدة زمنية محددة till they develop the outcome or not. طيب في الكوهورت study a group of people cohort أو ما يسمى القطيع without disease. أهم حاجة أنه في البداية they didn't have the outcome, they didn't have the disease are identified and characterized by an exposure. يعني إيش؟ يعني أنا أقسم المجموعة هذه أو السامبل إلى two arms، ناس أو مجموعة عندهم الإكسبوجر exposed إلى risk factor محدد، والمجموعة الأخرى they are not exposed. Group is followed forward over a period of time. هذه أحد عوامل القوة في الكوهورت ستدي، إني أنا أتابع المرضى لمدة زمنية محددة until they develop a disease of interest. لكن أيضا متابعة المرضى في مدة زمنية قد أيضا مثل ما حنرى في السلايد اللاحقة يكون أحد أهم التحديات اللي تسبب لي خسارة للبيشنت، كون أنه ممكن مو كل المرضى يلتزموا بالمتابعة، لا قدر الله قد يفقد بعض المرضى خلال الدراسة، إما انتقالهم إلى مكان آخر أو حتى لا قدر الله الوفاة. Timing may be prospective or retrospective. أنا أقدر أتابع المرضى الآن يعني خلال هذا الزمن. For example أنا أبدأ اليوم تاريخ 15 أبريل و I decided to follow up prospectively إلى زمن لاحق إلى الأمام till they develop the outcome، أو حتى أقدر أستفيد من إذا كان عندي good database أو registry أو medical files من
من الأوراق أو المستندات أو مصادر البيانات الموثوقة سابقا، وآي لوك ريتروسبكتيفلي أبدأ من الإكسبوجر تيل دي ديفلوب الأوتكم. أقدر أحدد مثلا أقول أنا هرجع 3 سنين ماضية آخذ مثلا السامبل أوف بيبل with that specific kind of exposure، وحشوف الملفات حقتهم مثلا till 1 or 2 or 3 years حسب المدة المقررة في الميثودولوجي حق الدراسة، وأشوف either they develop an outcome or they didn't، وبالتالي أنا أحافظ على temporal relationship وأتأكد أنهم كانوا خاليين من الديزيز من البداية till نهاية الستدي. So مثل ما ذكرنا target population either exposed or not exposed، هل ال exposed they develop a disease or not، will not exposed either they develop a disease or not. ومثل ما ذكرنا إما أني أنا أبدأ في وقت حالي وأتابعهم إلى وقت مستقبلي أو لاحق، أو أيضا أني أنا أشوف الملفات من وقت سابق. طيب this is another example. طيب أكيد أيضا هذا النوع من الدراسة لنقاط قوة ولي نقاط ضعف أو strength and limitation. طيب أحد أهم عوامل القوة هو ضمان the temporal relationship between the exposure أو الديزيز اللي إحنا ذكرناها منذ البداية. أنا أضمن إنه المرضى أو الparticipant كانوا خاليين من المرض، و they just have the exposure، و I will follow them up till they develop the disease or an outcome or not. Minimize the bias, recall bias. طيب إذا أنا بعد أو متأكدة إنه هذول المرضى أو هذه المجموعة من الأشخاص هم إما exposed or not exposed، أو will follow them up وأنا متابعاهم regularly في مدة زمنية محددة، إذا recall bias أو فرصة إنه يكون في systemic error محدد، مثلا انهم ينسوا انهم they expose or not expose to this risk factor، هي تقل بكثير لاني انا محددة كل الـ exposures من البداية. Particularly efficient for study of rare exposure. طيب اذا كان في exposure محدد من النادر انه يتعرض لي مجموعة من البشر، خلينا نقول مثلا نوع اشعاع محدد او توكسن محدد منتشر في مجموعة محددة مثلا من عاملين في مناجم محددة، مصانع محددة، أشخاص معرضين لنوع محدد من الإكسبوجر أو الديزي أو المايكرو أورجانيزم. إذا كان رير أنا بصعوبة أقدر أستخدم أي نوع آخر من السدي، لكن إذا أنا بدأت بهذا الإكسبوجر سو أنا ضامنة أنه هم معرضين لهذا الريسك فاكتور و I will follow them up. إذن it is efficient for rare exposure كوني أنا حبدأ بالإكسبوجر. Can examine multiple effects of a single exposure. طيب إذا أنا حددت نوع محدد من الإكسبوجر أقدر أتابع outcomes مختلفة أو أمراض مختلفة. For example إذا أنا حددت smoking أقدر أتابع تأثير السموكينج for example على الأوبيزيتي، اللنج كانسر، الكارديوفاسكولار ديزيزز وهكذا. Allows direct measures of incidence of disease in exposed and non-exposed group، كونني أنا مهتمة بالتايم فاكتور أو البيرسون تايم، فأنا أقدر أحسب فيه الانسيدنس. الليميتيشن أو التحديات في الكوهورت ستدي not efficient for the study of rare disease. إذا كان الديزيز أو الأوتكم very rare حتى إذا أنا قدرت أحصل على الإكسبوجر هي جدا صعبة، لأنه ممكن they develop the disease وممكن not خلال مدة المتابعة اللي أنا أحددها في الميثودولوجي. For rare disease رح نستخدم another type of study اللي حنشوفه لاحقا. Can be very costly and time consuming. كون أني أنا أتابع مجموعة من الـ participant مضطرة أني أنا أتابعهم regularly لمدة زمنية قد تمتد إلى سنوات كثيرة،
فهذا الشيء very costly وممكن يستنزف الكثير من الموارد. Often requires a large sample size. حجم العينة اللي أنا أحتاجه to develop the outcome قد يكون كبير، مما يعني يزيد العبء والموارد. Loss of follow-up can affect the validity of the result. مثل ما ذكرنا ممكن ينسحب العديد من ال participants من الدراسة أو ينتقلوا إلى مكان آخر أو حتى لا قدر الله يتوفوا، وهذا الشيء ممكن يأثر على ال outcome أو حتى يعني قراءات أو مخرجات الدراسة. Changes over time in diagnostic method may lead to biased result. اختلاف أدوات التقييم أو أدوات التشخيص خلال الأزمنة المختلفة، خاصة إذا كانت مدة الدراسة طويلة جدا، قد تتأثر نتائج هذه الدراسة. Relatively statistically inefficient unless disease is common. مثل ما ذكرنا إذا كان rare disease it is very difficult to detect statistical difference. طيب في حالات الأمراض النادرة أو الجدا نادر حدوثها أو rare disease نستخدم نوع آخر من الدراسات بحيث أنه إحنا نضمن أن هذا الديزيز موجود، تسمى الكيس كنترول ستدي. أنا أبدأ بالكيس عكس الكورد، أنا أبدأ بالإكسبوجر، هنا أنا أبدأ بالكيس، already الديزيز موجود. طيب في الكيس كنترول ستدي we begin by selecting individual with the disease or the cases، لكن في الكوهورت احنا بدأنا ب individuals free of disease وبدأنا بالإكسبوجر. هنا في الوضع مختلف، نبدأ بالكيسز الحالات اللي فعلا مصابة. And those without the disease الكنترولز. طيب الارم الآخر للمقارنة هنا نسميهم كنترول، نحاول to match control similar للكيسز بحد ما، ما نسويهم يعني ما نسوي over matching بحيث انه ايضا الريزلت تتاثر، ونسميهم الكنترول ما عندهم الديزيز لكن مشابهين نوعا ما للحالات وهم من نفس المصدر. For the purpose of comparison then we measure the past exposure to determine what proportion of cases were exposed and also what proportion of control were exposed. نبدأ من الكيس والكنترول ونسألهم عن الريسك فاكتور أو الإكسبوجر. Source of control. طيب مثل ما ذكرنا when we match the control لابد أنهم يكونوا مشابهين إلى حد ما للكيسز. إما نأخذهم for example من الهوسبيتال إذا كانت الكيسز هي من الهوسبيتال أو من الكوميونيتي. So non-hospitalized person و-hospitalized person. Non-hospitalized هي من الكوميونيتي و-hospitalized من المنشأة الصحية، وما يكون عندهم نفس الديزيز لكن يكونوا مشابهين لمصدر الكيسز. إذن أنا أبدأ هنا بالديزيز أو الكيس وأقارنهم بالنوت ديزيز وكنترول وأسأل عن الإكسبوجر either they are exposed or not، وأيضا الأرم الآخر either they are exposed or not exposed. طيب this is an example. أنا مثلا بدأت بالكيسز اعتبرتهم البوزيتيف إيكولاي patient with a strain or serotype محددة والكنترول كانوا نيجاتيف. أسألهم هل إذا أنا افترضت إنه نوع محدد من الأطعمة هو اللي سبب لهم هذا الإكسبوجر either they are exposed or not، وأيضا الخاليين من الديزيز اور النيجاتيف كيسز ايذر ذي ار اكسبوزد اور نوت. يمكن هذا الكايند اوف ستدي يساعدني جدا في الاوت بريكس. طيب this is another example. يمكن باستخدام اكثر في الانفكشن كنترول فور اكزامبل positive cases with acinetobacter or negative cases or control that they have or that they are on ventilator or not.
أو حتى استخدموا مثلا ديفايس محدد، كانوا في روم محددة، they are treated with the same for example RT ولا the same nurse ولا physician. كل هذه عوامل أو ريسك أو إكسبوجر أنا أقدر أدرسها خلال الدراسات الوبائية، وبالتالي أحدد مين عامل الخطر المسؤول أو الأقرب إنه يكون هو المسبب للآوتكم. طيب، أيضا هذا النوع من الدراسات مثل الدراسات السابقة لسترينث أو مواطن قوة وتحديات أو مواطن ضعف. السترينث أو مواطن القوة relatively quick and inexpensive. أنا already I identify the case or I match the control. سريع، ما في زي الكوهورت متابعة لمدة زمنية طويلة. Well suited to evaluate of disease with a long induction or incubation period. خلاص الـ rare diseases أنا متأكدة منهم، أنا بدأت بالـ cases. Optimal for evaluation of rare diseases. Can examine multiple etiological factors, multiple exposure for a single disease. في الـ cohort study أنا بدأت بالـ exposure و I can assess relation between the exposure and multiple outcomes. مثل ما ذكرنا smoking مع lung cancer مع cardiovascular diseases مع obesity etc. هنا أنا بدأت بالـ cases. For example, cardiovascular diseases. وأسأل عن الإكسبوجر. Exercise, diet, smoking, وهكذا. Limitation. Insufficient for evaluation of rare exposure. إذا هنا العكس. إذا كان الإكسبوجر هو اللي rare. هذا النوع من الدراسات غير مناسب. مثل ما ذكرنا rare exposure نستخدم الكوهورت. أنا حبدأ بالإكسبوجر. لكن هنا rare diseases أنا حبدأ بالdisease is the case control. هذا فرق جدا مهم أني أنا أعرفه أو أعرف الاستخدامات أنواع الدراسات المختلفة. May be difficult to establish the temporal relationship between exposure and disease. طبعا العامل الزمني هنا أيضا مفقود، أو خلينا نقول من الصعب تحديده مين اللي حدث أول. Prone to bias compared to the other analytical design, in particular selection and recall bias. إذا أنا بدأت بالديزيز وأسأل عن الإكسبوجر، I cannot guarantee أنه كل الparticipant فعلاً متذكرين أو they are sure about the exposure. هل فعلاً مثلاً التزموا برياضة محددة أو دايت محدد أو كم مقدار الإكسبوجر أو من متى بدأ أو الdose of exposure لي عامل خطر محدد. سو الريكول بايس او السيستميك ايرور هنا وارد جدا. طيب، مقارنه كده سريعه في الكروس سكشنال، موطن قوتها اني مالتيبل اكسبوجر مالتيبل اوت كم ات ذا سيم تايم، لكن التمبورال ريليشن شيب هنا مفقوده. طبعا الرير ديزيزز والريت اكسبوجرز صعبه اني انا احددها في عينه عشوائيه. طيب في الكيس كنترول قلنا بما انها كيس اذا هي جيده جدا للرير ديزيزز، واقدر اي انفستيجيت اباوت مالتيبل اكسبوجر. في الكوهورت انا ابدا ب الاكسبوجر هي جيده جدا للرير اكسبوجر، واقدر اسال او اي فولو ذا بيشنت or I study the patient until they develop multiple outcomes. طبعا المالتيبل اكسبوجر اند ديترمينانتس اقدر ايضا احددها. التمبورال ريليشن شيب ايضا اي كان جارانتي بحد كبير بحكم اني انا متابعه البيشنت متاكده من العلاقه الزمنيه. وطبعا اي دراسه فيها فولو اب او بيرسون تايم انا اقدر احسب منها الانسيدنس ريت. طيب، هذه أنواع البايس أو systemic error. في الكروس سكشنال أنا مو متحكمة بمين البيشنت أو البارتيسيبنت اللي enrolled in the study، فselection bias أو systemic error الناتج نتيجة اختيار العينة في الكروس سكشنال هو متوسط، في الكيس كنترول هو عالي، وفي الكوهورت هو
منخفض دائما، المتابعة الزمنية تقلل من البايس، لكنها ايضا برون لنوع اخر من الفولو اب. الريكول بايس او النسيان للمعلومات في الكروس سكشنال هو عالي، وايضا في الكيس كنترول عالي، لكن في الكوهورت هو منخفض، لاني انا بتابع المرضى في تل مده زمنيه محدده. لوس اوف فولو اب جدا عاليه في الكوهورت. الكونفاوندنج او الاذر فاكتورز ذات كود افكت الاوتكم فيهم جميعا ميديوم. تايم كونسيومينج في الكوهورت طبعا هي الاعلى، والكوست هي الاعلى ايضا في الكوهورت. طيب اتمنى انه احنا كذا فهمنا بصوره عامه والمبدا العام من انواع الدراسات المختلفه، وليش قد يستخدم الباحث ميثودولوجي او منهجيه بحثيه محدده. ويمكن هو مو فقط الموضوع هازارد، لا هو حسب، هل الديزيز رير، هل الاكسبوجر رير، هل التايم والكوست يسمح، هل انا فقط حابب اشوف الماجنيتيود اوف ذا بروبلم او البريفالنس، او انا حابب تو كرييت اور ديفلوب هايبوثيسز محدده او نظريه محدده، انا اي وانت تو تست هل اقبلها او ارفضها. طيب هذا كله في الاوبزرفيشنال ستدي. What about the experimental أو الكلينيكال ترايلز أو الدراسات اللي يكون فيها تدخل أكثر من الباحث؟ مثل ما ذكرنا مو شرط أنها تكون علاج أو تريتمنت، قد يكون بوليسي، قد يكون بندل، قد يكون إديوكيشن بروجرام، قد يكون أي إجراء مثلاً محدد قام بالباحث ويحاول يشوف تأثيره على الاوتكم او الريت او الديزيز للبيشنت. study population، طيب البارتيسيبنت او الراندومايز ذم انتو تو ارم، التريتمنت ارم او الانترفنشنال ارم والكنترول ارم، يعني مجموعه المرضى او البارتيسيبنت. انا I will allocate them in two different group، ناس هاعطيهم الانترفنشن والاخرين لا، او ممكن اعطي two different intervention واقارن بينهم واشوف مين اللي improved و not improved في كلا ذراعي الستدي. لكن في هذه الحاله اذا انا اخذت participant و I allocate them او I randomize them بطريقه randomization في علم الابيديميولوجي هو كلمة يعني جيدة، أو التوزيع العشوائي أو randomization هو كلمة لا إحنا بالعكس نسعى لها، عكس randomization الدارج إنه كلمة عشوائي هي شيء غير جيد، لا إحنا randomization شيء إحنا نبغاه يحصل بحيث إنه إحنا نضمن توزيع السامبل أو العينة بطريقة متوازنة بين two arm of the study، بحيث إنه for example ما يكون هنا مثلا males أكتر وهنا females، ويكون ال outcome هو نتيجة هذا ال factor أو الكونفاوندر، ما يكون مثلا هنا في more elder patient وهنا more young patient، وهكذا نحاول إنه إحنا نوزع ال two arms أو العينة على two arms بطريقة متوازنة through randomization، لأنه إحنا إذا ما استخدمنا randomization حيكون عندي selection bias أو توزيع العينة واختيارها في two arm بطريقة ممكن تؤثر على ال outcome. طيب عشان أنا أتفادى selection bias أنا أعزز وأستخدم randomization. randomization is the process by which allocation of subject to treatment group أو حتى أو intervention group is done by chance. فقط وجود الparticipant في arm عن arm آخر هو نتيجة الشانس، نتيجة الحظ فقط، وليس نتيجة التدخل للباحث أو للpatient أو حتى محلل البيانات. without ability to predict who is in which group. طيب الpurpose ليش أنا
اسعى الى الراندومايزيشن او الى توزيع البارتيسيبنت بصوره عشوائيه، primary purpose to prevent the bias in allocating subject to treatment group to avoid predictability. يعني اذا انا تدخلت فعلا، for example انا حابه، انا باحث حابب مثلا ابحث prevention bundle محدده، خلينا نكون اقرب للانفكشن كنترول، وحطيت كل البيشنت اللي healthier younger الاوتكم حقهم في الصوره العاديه افضل في الجروب اللي فيه الانترفنشن، وحطيت كل السيك والاولد بيشنت والبيشنت اللي معروف انه عندهم ريسك فاكتورز توورد الاوتكم في الاذر ارم، اكيد حتطلع الاوتكم ان فيفر اوف بندل اوف اور اوف ماي انترفنشن. اذا النتيجه هذه بحكم تدخلي انا وليس بحكم الانترفنشن نفسه، فانا احاول تو افويد هذا البايس باي راندومايزيشن. سكندري بيربز تو اتشيف كومباريبيليتي بتوين ذا جروبس، مثل ما ذكرنا توزيع العينه بصوره عشوائيه وقابله للمقارنه. Stratified randomization is a random assignment within groups defined by participant characteristics such as age or disease severity, intended to ensure a good balance of these factors across intervention group. أيضا أنا قد أوزع الـ patient أو الـ participant في عينة محددة بـ stratification أكثر. For example هنا حطيت مثلا سويت randomization لهذه العينة، قلت هذا الـ control group وهذا الـ investigation or an intervention group. انا اقدر ايضا اوزع البارتيسيبنت بطريقه اكثر بالانس او بطريقه متوازنه اكثر. فور اكزامبل انا اقول I want to stratify البوبوليشن هذه ايضا by gender, by age, by severity of disease. يعني اقول هنا كنترول كيس، هنا كنترول participant وهنا intervention participant، وأحاول أني أنا أوزع العينة for example بحيث أنه أعمار ال participant في هذه في هذا الأرم تكون متوازنة مع الأرم الآخر، وأيضا الجندر وأيضا الديزيز severity وهكذا، وأبحث ال outcome النهائي. طيب this is an example to stratify population by gender. هنا عندي males و females by age وهكذا. طيب عشان أنا أزيد من قوة هذه الدراسة I should mask or blind the participant. The clinical trial is blind if either participant or researcher are unaware on whether participants are in the experimental or control arm of the study. مين اللي ممكن يأثر على هذا الموضوع؟ study participant نفسه. إذا أنا خليت الخيار للمريض، المريض أنت حتكون مثلا في حتاخذ البلاسيبو ولا حتاخذ التريتمنت، ممكن المريض يؤثر. كل المرضى مثلا ممكن يقولوا لا احنا بناخذ التريتمنت، وبالتالي يؤثروا على توزيع العينه. الكير جيفر او المعالج، والله اذا الطبيب نفسه قال لا والله هذا المريض مثل ما ذكرنا in favor of this treatment or this intervention خليني اخليه في هذا الجروب على الاخر، بالتالي انا ما ضمنت التوزيع العادل للعينة. الداتا كولكتور ممكن يقولوا هنا العدد اكبر هنا العدد اقل، الداتا اناليسيس والانفستيجيتور وهكذا. Not always possible. في بعض الأحيان level of blindness ما يكون واقعي وما نقدر عليه، خاصة في حالات السيرجري. مثلا أنا أبغى أقارن بين سيرجري conventional treatment، هل أنا أعطي المريض دواء مثلا معين ولا أعمل له سيرجري؟ واضح الانترفنشن، يعني المريض اللي حيصير له عملية واضح أنه هو كان في أي جروب. فأحيانا level of masking or blinding the trial مو دائما possible في الدراسات العلمية. Level of masking, non-blinding, open, neither researcher or participant. الكل عارف هو في أي R. Single, either the researcher or the participant. Usually, the participant هو اللي blind، هو ما يعرف في أي group. Double, researcher or participant. Triple, وهي الأعلى، researcher
participant and the data monitors, كلهم they are not aware this patient allocated in which arm. Allocation concealment يعني وضع المريض في arm أو إعطاء دواء عن الآخر means that the person randomizing the patient does not know what is the next treatment allocation will be. It is important as it prevents selection bias affecting which patients are giving which treatment مثل ما ذكرنا. أحياناً الكونسيلمنت يكون بهذه الطريقة يدوي وأحياناً يكون computerized. طيب هذا النوع من الصدي في اشتراطات عالية في randomization أو توزيع عادل. يبدو أن أحد الزملاء والزميلات فتح المايك كرماً التحقق من أنه المايك مغلق لدى الجميع. طيب مثل ما ذكرنا هذا النوع في follow up، في جهد cost، وأيضا في توزيع عادل قدر الإمكان ما بين two arms of the study or two comparison group، مو فقط للإكسبوجرز اللي إحنا نعرفها، حتى أيضا الإكسبوجر اللي إحنا ما نعرفها or we are not aware بها. الراندوميزيشن الصحيح هو كفيل إن شاء الله أنه يوزع كل الأذر كونفاوندرز. السترينث البروسبكتيف طالما أنه في عامل زمني، إذا أنا أقدر أتأكد من قوة الدراسة ومن التمبرال ريليشن شيب. الراندوميزيشن مثل ما ذكرنا والتوزيع العادل، كلير تمبرال سيكونس، provides strongest evidence for causality in relation to temporality and control for unknown confounders. مثل ما ذكرنا الراندوميزيشن حتى عوامل الخطر أو risk factors الأخرى اللي أنا not aware بيها، كون أني أنا استخدمت الراندوميزيشن بالطريقة الصحيحة يتضمن التوزيع العادل للعينة، خاصة إذا كانت sample size جيد representative. Fulfills the basic assumption of statistical hypothesis test. إذا النظرية أو النظرية الإحصائية اللي أنا I want to test it هي fulfilled، وأنا I can calculate ال statistical test بطريقة صحيحة وأقدر أحصل على outcome واضح. طيب إيش ال limitation؟ Of course the human behavior may be difficult to control, non-compliance or loss of follow-up. هذه زيها زي الكوهورت ستدي والنون-compliance. مو شرط أحياناً إنه البارتيسيبنت يلتزموا بالإنترفنشن أو ياخدوا التريتمنت المحدد. Ethical consideration خاصة في التدخلات العلاجية أحياناً يكون لها أو دائماً يكون لها تحفظات أخلاقية محددة، بحيث أنه إحنا لابد إحنا نثبت أنه كلا الانترفنشن هما آمنين للبيشن حتى لا نضر جروب على الآخر. Exclusion may limit generalizability. إذا أنا شفت مثلا حسب التعريف محدد أو كريتيريا محددة أنا I want to exclude this group. For example, I want to exclude pregnant ladies من الستدي إذا كانت الستدي علاجية. إذا أنا I cannot generalize أو implement the finding of this study على pregnant ladies. أنا ما أقدر يعني أتأكد من فعالية أو إما يعني بالطريقة الجيدة أو السيئة لمثلا للدواء المعين أو التدخل المعين في هذه المجموعة من participant أو تحديداً مثلاً for example the pregnant ladies. ما أقدر أعمم نتائج الستدي عليهم لأنهم ما كانوا موجودين في الستدي. I exclude them. Expensive وأيضاً فيها time personnel facility budget، هي يمكن أكثر الدراسات اللي تحتاج إلى تمويل ودعم cost مادي عالي، لكنها هي ال higher أو ترقى إلى ليفل عالي في الـ evidence يعني. طيب this is
الترايانجل او الهرم لقوه الدراسات. الباك جراوند انفورميشن اند اكسبرت اوبينيون، يمكن اللي سابقا كانوا يتعاملوا به جميع الخبراء الصحيين بدون استخدام علم الوبائيات الصحيح، فقط التجارب واراء المختصين الفرديه هي الاقل قوه. بعد كده الكيس ستدي او الكيس سيريز او ريبورت اعلى قوه. الكيس كنترول ستدي ترقى الى درجه اعلى. الكوهورت ستدي بحكم انه فيها تايم فاكتور وتمبورال ريليشن شيب هي اعلى. وايضا الراندومايزيشن او الكنترولد او الراندومايز كنترول ترايل اعلى من الجميع، والاكسبيرمنتال هي اعلى من الاوبزرفيشنال، حتى نصل الى السيستماتيك ريفيو او الميتا اناليسيس، وهي باختصار تجميع لمجموعه من الدراسات السابقه اللي تبحث نفس الاكسبوجر ونفس الاوتكم، اما بحساب statistical values فتسمى ميتا اناليسيس، او بدون تسمى systematic ريفيو، وهي اعلى الهرم للكواليتي اوف ايفيدنس، واللي دائما احنا نعتمد عليها في صنع القرارات وحتى السياسات. وهذه معلومة جدا مهمة انه احنا نعيها، مو فقط وجود سنجل ستدي هو اللي احنا نغير على اساسه دراسات او جايد لاينز او حتى براكتس محدد، لابد انه يكون في تراكم لدراسات تبحث نفس الاكسبوجر او الاوتكم وتجمع في سيستماتيك ريفيو او ميتا اناليسز ويعطي significant statistical value عشان نقدر نغير. طبعا كل هذه الدراسات تكون with a good quality بعد الدراسة، وبالتالي نقدر نغير عليها او بناء عليها البراكتس او الجايد لاينز، ما نعتمد ابدا على سنجل ستدي. طيب شفنا يمكن في الساعه الاولى من المحاضره اليوم المفاهيم الاساسيه لمعنى علم الابيديميولوجي او الوبائيات، انواع الدراسات المختلفه اللي تستخدم، وليش احنا نستخدم انواع مختلفه من الدراسات وبناء على ايش احنا نختار نوع الدراسه، وايش الليميتيشن والسترينث لكل نوع دراسه. طيب انا اسعى بعد هذا كله بمختلف انواع الدراسات اللي انا اجد ماجنيتيود محدد او قيمه محدده to reflect الميجرينج اوف ديزيز اوكيرنس، كم او ما هي او ما مدى انتشار الديزيز او الايفنتس او الريت في البوبوليشن المحدده. اذا انا لابد انه يكون عندي ميجرينج اوف ديزيز اوكيرنس، كيف انا اقدر احدد مدى انتشار هذا الديزيز او الهيلث ريليتد بروبلم في هذه البوبوليشن. اشهر الميجر او الميجرز اوف موربيديتي اند مورتاليتي او ديزيز اوكيرنس هي البريفالنس والانسيدنس. طبعا البريفالنس ايذر بوينت او بيريد، انا حابه البريفالنس في فقط تايم محدد، يوم واحد او ساعه محدده او بيريد لمده زمنيه اطول، والانسيدنس الحالات الجديده. ميجرز اوف مورتاليتي، كيف تتاثر الوفيات بهذا الديزيز، وهل في فرق بين المورتاليتي والكيس فيتاليتي. اذا من اهم المفاهيم اللي احنا لازم نعيها في علم الوبائيات وتساعدنا جدا في الانفكشن كنترول، prevalence او البيردن او الماجنيتيود، الانسيدنس او النيو كيسز، المورتاليتي والكيس فيتاليتي، وايش الفرق بينهم. طيب البريفالنس ايذر بوينت بريفالنس او بيريد بريفالنس، باختصار انا بشوف عدد الحالات at a given time او حتى period of time على total population at risk، على الكل، من الات ريسك الكل سواء كانوا exposed او not exposed، number of cases او number of events على total population ككل. اعتقد ان البريفالنس جدا سهل في الحساب، وهو يعكس البيردن
of a certain disease or the magnitude of a certain disease. طيب، أو مدى انتشار مرض أو طارئ صحي محدد في مجموعة من الأشخاص. What about الـ incidence؟ هو الـ number of new cases على الـ total person time. Person time of observation. ليش قلنا person time؟ أو لأنه أنا أتابع الـ patient مدة زمنية محددة، ويمكن أشهر الـ incidence اللي أنا بحسبها في الـ infection control هي كل الـ device associated infection، لاني انا بعتمد على الديفايس دايز او البيرسون تايم، والبسط هو النمبر اوف ايفنت. سو الانسيدنس هو نمبر اوف نيو كيسز نيو، لكن في البريفالنس كانت التوتال، انا ما اعرف هل هي قديمه او حديثه. وايل في الانسيدنس هي اونلي نيو كيسز على التوتال بيرسون تايم، وجود التايم فاكتور هو مهم لحساب الانسيدنس. طيب، خلينا ناخذ بعض الامثله على الـ HAI measures اللي تستخدم في الـ infection control. في الكلابسي number of event على central line days، في الكاوتي event على urinary catheter days، so هذه كلها incidents. في الفاب او الـ VEE the same ventilator days، في الـ dialysis event event على patient month، ايضا انا مستخدمه التايم فاكتور patient month، وهنا كانت device days وهنا patient month، التايم فاكتور موجود، اذا انا بحسب incidence. طيب، factor affecting the prevalence، هل يا ترى الماجنتيود اوف ذا بروبلم او البريفالنس او مدى انتشار ديزيز محدد قد تتأثر بعوامل إما أنها تزيده وإما أنها تخفضه؟ طبعاً. طيب، خلينا ناخذ بعض الأمثلة، إيش الأشياء أو الفاكتورز أو العوامل اللي تزيد من البريفالنس أو من انتشار مرض أو حدث محدد في population محددة. Prolongation of life with cure أو treatment، كل ما زاد أعمار الأشخاص for example المصابين أو حتى غير المصابين هم من يؤثروا على البسط والمقام، لأني أنا بأحسب number of cases على total population، فإذا زاد عدد المصابين حيزيد البسط، وإذا زاد عدد الغير مصابين حيزيد المقام، فبالتالي حيتأثر prevalence. إذا كل ما زاد زادت أعمارهم حيزيد prevalence. Increase the incidence يعني إيش؟ يعني كل ما كان في حالات جديدة تظهر باستمرار، إذا المشكلة تتفاقم وينتشر المرض أكثر وأكثر. إذا زيادة the incidence تؤثر في the prevalence، تزيد the prevalence. For example، إذا زادت عندي حالات TB الجديدة، إذا مدى انتشار TB في منطقة أو مدينة محددة أكيد حيزيد، لأن أنا بحسب النيو والأولد. Immigration of ill cases. طيب، إذا انتقل إلى هذا الـ population أو إلى هذه المدينة أشخاص مصابين، زاد البسط فزاد الـ prevalence. Migration of healthy people، المقام، إذا الأشخاص السليمين انتقلوا إلى مدينة أخرى، إذا بالتالي قل المقام فزاد البسط وزاد الـ prevalence. While كيف أنا أقدر أقلل الـ prevalence of the disease؟ Improve the cure rate، أنا أزود القدرة العلاجية للحالات، بالتالي حيقل البسط وحيقل الـ prevalence. Increase the death rate، إذا زادت عدد الوفيات بالتالي حتقل الحالات الموجودة وحيقل الـ prevalence. Decrease incidence، قلت الحالات الجديدة، إذا قل البسط وقل الـ prevalence. Immigration of healthy person، انتقال أشخاص سليمين أكثر إلى هذه المدينة، بالتالي حيزيد المقام ويقل البسط وإذا يقل الـ prevalence. Migration of ill cases، انتقال الحالات المصابة إلى مكان آخر، إذا حيقل البسط وحيقل الـ prevalence. ليش إحنا لازم نعرف
هذا الكلام كله، انه ممكن هذه الفاكتورز تؤثر في الانفكشن كنترول بطريقه او اخرى، يمكن نراها اكثر واقعيه في الفاكتورز افكتنج الانسيدنس، لكن ضروري انه احنا نستوعبها، لانه حتى في الانفكشن كنترول احنا مو فقط ننظر الى المنشاه الصحيه كمنظومه منفصله ومعزوله عن الكوميونتي، لكن كل العوامل اللي تؤثر في البريفلنس هي تؤثر تباعا على المنشاه الصحيه والاحداث الصحيه او الاتش اي اي انفكشنز اللي تحدث فيها، مثل ما صار ايام الكوفيد، ونس انه زادت عدد الحالات في الكوميونتي وجدنا انعكاس ذلك داخل المنشآت الصحية وزيادة عدد الحالات، سواء كانت بين المرضى وأيضا بين الستاف، وأيضا زادت قدرة انتقال الأمراض داخل المنشآت الصحية بطريقة أكثر بحكم أنه زادت عدد الحالات. فأنا لازم أستوعب هذه المفاهيم عشان أقدر أطبق إجراءات مكافحة العدوى بالطريقة الصحيحة. طيب في الانسيدنس اللي يمكن احنا نعنى بيه اكثر في الانفكشن كنترول، فاكتورز انكريزنج الانسيدنس، انا ما ابغى يزيد عند الانسيدنس سواء كان اتش اي اي او ديفايس ريليتد، يعني اتش اي اي عامه او ديفايس ريليتد. انكريز الريسك مور بيبل اكسبوزد انكريز انفكشن فيريولنس، اذا انا صار عندي مور اكسبوجر انا ما التزمت ب بالايدنتيفيكيشن اوف كيسز من البدايه، ما عزلتهم من البدايه، اذا انا اتوقع زياده الحالات او النيو كيسز. فيلير اوف بريفنشن بروجرام فور اكزامبل، اذا انا ما طبقت البريفنشن بندل بالطريقه الصحيحه، ما طبقت الهاند هايجين، اي didn't isolate البيشنت بالطريقه السليمه، اي didn't wear البي بي اي، اي didn't implement الجود environmental cleaning and disinfection، بطبيعة الحال حيزيد عندي الانسيدنس وممكن يتحول بعد كده إلى outbreak. فهذا مفهوم جدا هام to control ال further increasing an incidence I should consider controlling these two factors. إذن to decrease the incidence I should decrease the risk fewer people exposed، وهذا اللي احنا دائما نسعى له. Decrease infection virulence، طبعا هذا من الناحية العلاجية، ومحاولة كسر سلسلة العدوى بتطبيق كل عوامل successful infection control prevention program، بالتالي حيقل عندي الانسيدنس وتقل فرصة حدوث العدوى أو الـ HAI داخل المنشأة الصحية، و I can detect this in surveillance، وحتى I would prevent outbreaks. طيب من الجوانب ايضا مهمه المورتاليتي، اي ديزيز او ايفنت احنا نامل انه ما يتطور الى الوفاه، لكن عشان نقارن ما بين ضراوه وشده هذا الديزيز ومدى تاثيره على البوبوليشن لابد نكون عندي اليه لحساب نسبه الوفيات او معدل الوفيات. المورتاليتي والكيس فيتاليتي يمكن يتشابهوا في البسط، انه عدد الحالات المتوفاة من مرض إذا كانت كرود مورتاليتي من كل الأمراض، وإذا كانت كوز سبيسيفيك مورتاليتي من مرض محدد زي في الكيس فيتاليتي death from a certain disease، لكن المقام في المورتاليتي هو لكل التوتال بوبوليشن. في الكيس فيتاليتي لا، كل البيشنت المصابين بهذا المرض المحدد. إذن من المهم أيضا إني أنا أعرف المورتاليتي والكيس فيتاليتي. ليش؟ عشان لما اتعامل مع مرض محدد واحاول اشرحه في الليترتشر او احاول اقرا عنه، انا مستوعبه انه نسبه الوفيات او معدل الوفيات هذه هي عامه او من مرض محدد، اذا هذا المرض هو شديد القوة والضراوة وقادر على مثلا قتل العديد من المرضى، إذا إجراءات مكافحة العدوى اللي أنا أطبقها لحماية الآخرين حتكون أكثر وأكثر شدة أو more strict to prevent transmission of disease. يعني أكيد إذا قلنا المورتاليتي ريت أوف سامبل كولد أور إنفلونزا مقارنة مثلا بالإيبولا، بطبيعة الحال أنا أعرف أنه مثلا المورتاليتي أو الكيس فيتاليتي ريت في الإيبولا أعلى، إذن هو ديزيز يحتاج مور awareness وانترفنشن وإديوكيشن بعكس الآخر. طيب ما
measures of association. كيف أنا أقدر أقول إنه this kind of risk factor or exposure هو مرتبط ارتباط وثيق بالoutcome أو بالdisease أو الevent؟ لازم أحدد measures of association. طيب الassociation هي degree to which the rate of disease in a person with a specific exposure is either higher or lower than the rate of disease among those without exposure. يعني for example rate of those rate of cardiovascular disease of those smokers is higher than those not smoking. فأنا حددت مثلا انه الريت المحدد او الريسك او الاودز هو اعلى في مجموعه تعرضت لاكسبوجر محدد عنها مقارنه بالمجموعه الاخرى. فور اكزامبل خلينا نطبقها على المنشآت الصحيه. الناس اللي عندهم فيمورال line كان عندهم outcome higher than those with for example with subclavian. خلينا نقول مثلا في outbreak الناس اللي they admitted to for example radiology department for a certain intervention ولا عملوا surgery محددة ولا they are treated by this physician ولا handled by this nurse كان عندهم الريسك أكثر من الآخرين to develop the outcome. إذا أنا أقدر أحدد measures of association أو مدى ارتباط الإكسبوجر بالأوتكم. ليش أنا مهم إني أنا أحدده؟ to prevent further new cases. إذا أنا حددت عوامل الخطورة ومنعتها I do a good control for it، بالتالي أنا قللت من الأوتكم. Association or effect is measured by absolute risk أو الإنسيدنس، relative risk أو odds ratio or risk differences. دائماً relative risk تستخدم في الدراسات اللي يكون فيها time. الodds نستخدمها أكثر في الcase control وفي الدراسات الoutbreak. الrisk differences هي المقارنة الفعلية ويمكن ما نستخدمها بالشكل الكبير. طيب خلينا نأخذ كده example عام نحاول نوصل الفكرة أكثر. الريلاتيف ريسك والأودز هم جدا متشابهين لكن يختلفوا في التعبير كونها two different measurements from two different type of study. الريلاتيف ريسك إذا قلنا إنه الماوس وزنه 5 واللاين 100 كيلوغرامز، the lion is 20 times heavier than the mouse. طيب الأودز، it has 20 times odds to be heavier if you are a lion rather than a mouse. الريسك differences هو الفرق الحقيقي، it's actually 95 كيلوغرام heavier. اللاين is 95 كيلوغرام heavier. هي فقط تعابير عشان أنا أشوف الماجنيتيود أو measures of association between the exposure and the outcome. Relative risk هي ratio of the risk of the exposed group to the risk of non-exposed group. باختصار هي risk of disease among exposed على risk of disease among non-exposed. ما أتوقع صراحة أنكم يعني إنه يطلب حلها أو حسابها بطريقة أكثر وأكثر من أول محاضرة، لكن من الجيد إنه تطلعوا كذا عليها وتحاولوا تقرأوا بتفاصيل أكثر في الريليتيف ريسك وكيفية حسابها واستخراجها من الـ 2x2 table. باختصار risk of disease among exposed على risk of disease among non-exposed، ومثل ما ذكرنا في الريلاتيف ريسك دائما تستخدم في الدراسات اللي يكون فيها تايم فاكتور زي الكوهورت ستدي والراندومايز كنترول ترايلز. طيب في الكيس كنترول استخدم الاودز اوف اودز اوف ديزيز امونج اكسبوز على الاودز اوف ديزيز امونج نون اكسبوز. احيانا نستخدمها في الكوهورت لكن نادرا، دائما نستخدم الريلاتيف ريسك.
طيب مثل ما ذكرت يمكن مو مهم جدا احنا كيف نقدر نحسبها في أول محاضرة، لكن أتمنى أنكم تقرأوا فيها أكثر وأكثر وحاضرين جميعا يعني خلال مدة الكورس كاملة للإجابة على أي سؤال واستفسار. طيب how is epidemiology used in the infection control؟ طيب كيف احنا نطبق كل مبادئ الإبيديميولوجي اللي تحدثنا عنها اليوم في مكافحة العدوى؟ investigation of outbreak هي جدا مهمة في تحليل التفشيات الوبائية وأسبابها أو الريسك فاكتورز وكيفية تحديد مين الريسك فاكتور أو المتهم الأول لحدوث هذا الأوتكم. surveillance method خاصة في حساب الانسيدنس. causal criteria خاصة في الدراسات اللي فيها follow up over time. infection control studies بأنواعها ونقدر نطبق فيها أي نوع حسب الهايبوثيسز اللي احنا نبى نستخدمها أو نبى نثبتها وباستخدام المنهجيات المختلفة أو different methodology. identifying risk factors, identifying at risk population إذا أنا سويت stratification محددة. identifying preventive measures أو experiments. طيب يعطيكم العافية، يمكن خلال الساعة ونص الأولى تعرفنا أكثر عن الـ principles of epidemiology والمفاهيم الأساسية وكيف إحنا نقدر نعي ونستوعب ونربط هذه المفاهيم بالـ infection control وكيف تقدر تفيدنا في الكورس المكثف الخاص بسواء كان الترصد أو حتى التفشيات. يمكن عندنا محاضرة تالية أتمنى أنها تكون كمان مستساغة للجميع. قبل ما ننتقل إلى المحاضرة التالية يمكن نأخذ بريك 5 دقائق، لكن أتمنى إذا كان في أي أحد من الزملاء والزميلات الآن عنده أي استفسار بخصوص المادة المقدمة في الجزء الأول من المحاضرة، إما أنه يتداخل عبر رفع اليد أو حتى يكتب في الشات. تفضلوا إذا عندكم أي سؤال أو استفسار على الجزء الماضي. يعني طب عدم التفاعل هذا إن شاء الله أنه يكون جيد، يعني أتمنى أنه الجميع يكون فاهم الجزء الأول أو أنه الجميع ما كان معايا. طب خليني أنا أسألكم وممكن حتى تجاوبوني في الشات. For rare exposures أي نوع من الدراسات نستخدم؟ Case control. Exposure. Heart study. ممتاز. طيب لكن الكيس كنترول نستخدمها في which kind of of situation؟ rare disease. Excellent. Rare disease. إيش أهم التحديات في الكوهورت ستدي؟ الزملاء اللي الان زملاء وزميلاتي اللي الان بينضموا، هل هم كانوا معايا من الاول وفصل معاهم النت ولا ايه فصل النت معي معليش إيه طيب. بس انا كنت داخل مع جروب ثاني. ايه بالنسبه للكوهورت انه يكون يحتاج لسامبل سايز وانه هو هاي كوست. اكسلنت. ويمكن احد اهم ايضا التحديات وجود loss of follow-up. طيب يعطيكم العافية، خلينا ناخذ استراحة كذا لمدة 5 دقائق، إن شاء الله نرجع جميعاً للجزء الثاني من المحاضرة تقريباً الساعة 9 وخلينا نقول 40 دقيقة.
دكتورة نديم. هلا أستاذ أبرار. أهلين، خلاص خلصتي؟ لا لا، الآن استراحة 10 دقائق ما بين الجزء الأول والجزء الثاني. تمام.
خلني اقسم بالله ذبحت فوق راسي انا. شوف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعاً. الجميع متواجد، نبدأ. مين تبدأين دكتورة؟ طيب يعطيك العافية أستاذ أبرار. أتمنى أيضاً أن إحنا ما نثقل عليكم في الجزء الثاني من المحاضرة، واللي أيضاً مهم وبعد يمكن فهمنا ومناقشتنا للجزء الأول ومعرفة مبادئ علم الوبائيات، كيف نقدر كرماً الزملاء والزميلات المايك ميوت، طيب كيف نقدر أيضاً نطبق المبادئ الأساسية لعلم الوبائيات في الأمراض المعدية، وإن شاء الله راح نتعرف عليها في محاضرتنا للجزء الثاني اللي هي Introduction to Epidemiology of Infectious Disease. طيب قد تبدو كذا المحاور كثيرة، لكن هي جدا إن شاء الله نقاط بسيطة، لكن مهم إنه إحنا نعرج عليها ونحاول نفهمها لو بصورة عامة. وأيضاً أنا يعني أعول عليكم الكثير في قراءة واطلاع والاطلاع على محتويات الشابترز الخاصة بالإبيديميولوجي في كل المصادر المعتمدة، سواء كانت الإبيك أو الجي سي سي وغيره. طيب الإبيديميولوجيكال تريادي هو أحد أهم المفاهيم إن شاء الله اللي لازم نتعرف عليها، وبمحاولة فهم واستيعاب الإبيديميولوجيك تريادي نستطيع إن شاء الله أن احنا نحد من الكثير من الأمراض. Natural course of disease، معرفة التطور الطبيعي للأمراض، أيضا يساعدنا في فهم المراحل المختلفة ومتى احنا ممكن نعزل المريض ونتقي شر انه قد يصيب other cases بالانفكشن، ومتى ممكن انه احنا نوقف العزل وكيف نقدر نتحكم في هذا الموضوع. الامباكت اوف باثوجين، اي باثوجين او انفكشوس ايجنت، ما هي المسارات اللي تؤول لها الانفكشنز، التايب اوف بيشنت، بعد حصول البيشنت او البيرسون على الانفكشن، ايضا ما هي المسارات المحتمله لكل مريض، التايم لاينز اوف انفكشن اند ديزيز، معنى الكيس ديفينيشن او تعريف الحاله، ويمكن نستخدمه اكثر في فهم الوضع الوبائي في التفشيات المرتبطه بالرعايه الصحيه والتفشيات الوبائيه ككل. Index case، ما هو مفهوم Index case أو الحالة الأولية أو الحالة المبدئية. Environmental sampling، متى نضطر نحن نستخدم أو نلجأ إلى المسحات أو العينات اللي من البيئة. Levels of disease occurrence، أيضا مهم أنه إحنا نعرفه. Expression of infectious disease، مفهوم الـ HAI أو الـ Healthcare Associated Infection، ويمكن هي جوهر مسمى الكورس أو جوهر الـ Infection Control، هي الحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، ومتى إحنا نطلق على نوع من العدوى إنها عدوى مرتبطة بالرعاية الصحية. أعتقد أن هذه مبادئ إن شاء الله يعني أساسية ومعروفة للجميع. ما هو مفهوم الـ Outbreak أو التفشي، ومتى نقول انه هذا الاوتبريك هو HAI outbreak. Epidemiological link، دائما احنا نقول epidemiological link او رابط وبائي، ايش المقصود بالرابط الوبائي. Emerging and re-emerging infections or disease، او الامراض الناشئه والمستجده، وهو ما هو معنى الامراض الناشئه والمستجده. ان شاء الله باذن الله الجزء الثاني من المحاضره يكون يعني أكثر سلاسة بحكم أنه تطبيقاته على الانفكشن كنترول أكبر وأكبر، لكن الجزء الأول هو جزء
مجمل ونظري، لكن هو مهم أيضا في فهم مبادئ وأساسيات التدخلات في الصحة العامة، وأيضا في وتطبيقها والاستفادة منها في الانفكشن كنترول. الإبيديميولوجيكال تريات أو المثلث الوبائي هو مفهوم جدا هام يتكون من ثلاثة ركائز من اسمه تريات أو مثلث. بداية من الإكسترنال إيجنت مسبب للمرض أو الإيفنت أو الديزيز، سسبتبل عفوا الإيجنت، سسبتبل هوست أو مستقبل أو patient or person, and environment that brings the host and the agent together for a disease to occur. أيضا البيئة هي عامل مهم يربط ما بين الagent والhost, وهو ركيزة ثالثة مهمة في المثلث الوبائي. في منتصف هذا المثلث نجد ما يسمى بالvector أو الناقل. أحيانا يكون ناقل حي أو فيكتور أو بيولوجيكال فيكتور مثل الموسكيتو وغيره، وأحيانا يكون others زي الانفايرمنت أو المياه أو غيره. طيب التوازن ما بين الثلاثة ركائز هذه جدا هام، وترجيح كفة أي عامل على الآخر تؤدي إلى ظهور المرض أو الديزيز أو الأوتكم، خاصة إذا كانت in favor of strengthening the agent to decreasing the factors اللي that could promote the immunity of host. وأيضا التغيرات اللي في الانفايرمنت اللي من شأنها إنها تعزز انتقال العدوى ووجود الفيكتور إذا كان عنصر مهم في سلسلة العدوى حسب نوع الديزيز، سواء بوجوده أو كثرة انتشاره في الوسط أو في المجموعة أو في المكان. طيب العوامل الخاصة بالهوست أو البيرسون، إما أنها تكون انترنسيك أو أنها تكون اكسترنسيك، يعني إما تكون عوامل داخلية أو خارجية مثل الايج. بالعادة الاكستريم اوف ايج سواء كانت الفيري young patient or immature أو حتى الالدرلي هي من العوامل المهمة اللي تؤثر في المثلث الوبائي وانتقال العدوى. السكس أور جندر، بعض أنواع العدوى تنتقل أو تتأثر بهذا العامل. nutrition, immunity, comorbidity وما إلى خلافه، هذه كلها عوامل داخلية قد تؤثر في الهوست وبالتالي تؤثر على مناعته وقدرته على اكتساب المرض. extrinsic factors عوامل خارجية قد تزيد من فرصة حدوث الأمراض مثل العمليات الجراحية وأيضا الديفايسز، ويمكن هذا أكثر حاجة common في العناية المركزة. والسيرجريز طبعا هي أحد أهم الموديولز اللي تتابع في التارجت سيرفيلانس في المنشآت الصحية، والبيهيفيرز بمختلف أنواعها وخاصة preventive behaviors أو عدمها اللي ممكن تؤدي إلى اكتساب الهوست لهذه العدوى. الانفايرمنت إما أنها تكون physical زي الكلايمنت كونديشن مثلا درجات الحرارة المعينة، الرطوبة تؤثر دائما في العدوى. وحتى إذا تذكرنا كده سريعا يمكن اشتراطات بعض الستورج اريا او حتى العمليات غرف العمليات الجراحيه او حتى حفظ الاطعمه في الديرتي سيرفيس او الكيتشن تشترط اشتراطات محدده للانفايرمنت لتحد من فرصه انتقال العدوى سواء كانت من درجه الحراره او الرطوبه وحتى تغير الهواء، وهذا يمكن راح نذكرها الآن لاحقا. البيولوجيكال أو الانترميديتري هوست إذا كان في سبب أو عامل وسيط ممكن أنه يسهل في فرصة انتقال العدوى مثلا زي المياه
الهاوسينج، الفنتيليشن، الكراودنس والسانيتيشن بطبيعة الحال هي عوامل بيئية تؤثر في فرص انتقال العدوى، وقد ترتبط بأمراض محددة، خاصة الأمراض اللي منقولة عن طريق الهواء أو الرذاذ. الايجنت نفسه، هل هذا البيشنت او الايجنت او المسبب له القدره اوف الانفكتيفيتي او قدره على الاصابه بالامراض، الفيريولنس اوف ذا ديزيز اور ذا مايكرو اورجانيزم، او شده او ضراوه هذا المايكرو اورجانيزم، انفيزيفنس، هل هذا المايكرو اورجانيزم قادر على اختراق الانسجه الخاصه بالهوست او البيشنت ويؤدي الى مور انفيزيف ديزيز، الباثوجينيسيتي والتوكسيسيتي أو التوكسيجينيسيتي، هل هذا المايكرو أورجانيزم قادر على البرودكشن أوف توكسينز، هل هذا المايكرو أورجانيزم ريزيستنس زي الـ MDRO، هل هذا المايكرو أورجانيزم هاف ا هاير أنتيجينيسيتي بالتالي قد يحفز أو لا يحفز الإميون سيستم. إذا هذه هي العوامل المهمة في الإبيديميولوجيكال تريات، أجين الهوست، الإيجنت والإنفايرمنت، وفي منتصف هذا التريات الفيكتور. وأنا بحكم يعني رغبتنا في الحد من انتشار هذه العدوى داخل المنشآت الصحية، إذا فهم العوامل المسببة للركائز الثلاثة للمثلث الوبائي تساعدنا جدا في الحد من العدوى باستحداث تدخلات تؤثر على هذه الثلاثة ركائز. طيب again, the infectious agent are microorganism with the ability to cause a disease, سواء كان bacteria, fungi, certain viruses have been the agent most recognized and studied as causes of healthcare associated infection. يمكن المحاضرة التالية إن شاء الله يمكن راح تاخذوا أكثر أو بمفهوم أشمل الـ epidemiology of certain common microorganisms. Ability of the infectious agents to cause infection is depends on its intrinsic prosperities, سواء كان survivals, infectivity, resistance and antigenicity مثل ما ذكرنا. الhost, infectious well, infections depends on exposure of a susceptible host to an infecting agent. Susceptible host is a person who cannot resist a microorganism invading the body, multiplying and resulting in an infection. Host factors important to the development and severity of infections or disease may be characterized as intrinsic or extrinsic. والانفايرمنت احنا ذكرنا انه ممكن تكون في عوامل فيزيكال بيولوجيكال او سوشيال تؤثر في القدره على الاصابه او احتماليه الإصابة بمرض أو حدث أو إيفنت صحي محدد، وجود الفيكتور أو الناقل سواء كان هذا الفيكتور either infected by the microorganism أو فقط كارير أو حامل قد يؤثر أيضا في انتقال العدوى. الموسكيتو يمكن أحد أهم known vectors خاصة في الأمراض المنقولة عبر نواقل المرض مثل الملاريا والدينجو فيفر وغيره. وعلمنا بوجود مثل هذه النواقل وقدرتنا على الحد منها وإبادتها أو حتى خفضها يساهم جدا في الخفض من العدوى. يمكن ما نتعرض لها بشكل كبير داخل المنشآت الصحية، لكن وجودها في المجتمع أو في الببليك أو في الكوميونيتي يؤثر أيضا على عدد الحالات المتواجدة في المنشآت الصحية. طيب the natural course of disease، لكل مرض كورس محدد لتطور هذا المرض أو different stages، بداية من the stage of susceptibility، وجود susceptible host قادر على استقبال الميكروأورجانيزم أو الأجنت وإحداث أو الانتهاء بديزيز محدد هو جزء أو ركيزة مهمة أو ستيج مهم في بداية الناتشورال هيستوري أوف ديزيز. ذن الإكسبوجر، الإكسبوجر أوف الأجنت أيضا هو مهم.
then الباثولوجيك تشينجز، تبدا بعد ذلك التغيرات الباثولوجيه او المرضيه تظهر او تطرأ على المريض، وقد تكون اما كلينيكال او سب كلينيكال. يعني ايش كلينيكال او سب كلينيكال؟ يعني قد تكون واضحه جدا وذيرز ساينز وسيمتومز، واحيانا حتى immunological reaction sometimes. لا، هي تكون سب كلينيكال غير ظاهرة، ويمكن تعدي بدون ظهور أعراض واضحة، لكنها في التطور الطبيعي لأي natural course of disease. بعد كده تظهر، قد تتطور أنها تظهر the onset of signs and symptoms، وبعد كده تظهر clinical symptoms. Usual time of diagnosis هو مع ظهور الأعراض. بالغالب we label person as diagnosed with a specific disease or event or health problem مع ظهور الأعراض، unless في مسح مثلا محدد أو آلية محددة للكشف عن المصابين حتى بدون ظهور أعراض. بعد التطور الكلينيكي للديزيز وظهور الأعراض ننتقل إلى التطور الأخير، وإما يتم الريكفري أو الشفاء، أو يكون في disability أو morbidity محددة من هذا المرض، أو لا قدر الله الدث أو الوفاة. إذا هذه الثلاثة natural courses of the disease، أو مآل natural courses of the disease. Okay, so it refers to the progression of disease process in an individual over time in the absence of treatment. بطبيعة الحال التطور الطبيعي لأي مرض بدون أي علاج هو هذا، يتلخص في هذا الرسم. طيب impact of pathogen، نفس الباثوجين أو الميكرو أورجانيزم، إما إنه يسوي infection أو colonization. مفاهيم جدا هامة ولا بد إن إحنا نفرق بينها، وأنا متأكدة أنكم عارفينها مرة أخرى، هي فقط للمراجعة. The infection is the entry and multiplication of microorganism in the tissue of the host. إذا الميكروأورجانيزم دخل إلى الهوست، multiply في التيشو. While colonization, multiplication of microorganism at the body site or site without any overt clinical expression or immune response حتى. لكن في الانفكشن بالغالب يكون في clinical or subclinical reaction واضح. However, it's usually accompanied by a measurable host response. بالغالب يكون فيه host response واضح, either through the appearance of specific antibodies or through a cell-mediated reaction أو تفعيل الimmunity باختصار. في colonization, يكون يتواجد الميكروأورجانيزم in a different body site without any overt clinical expression or detected immune reaction in the host at the time that the organism is isolated. يعني بالغالب ما يكون في أي أعراض واضحة either clinical or subclinical, وأحيانا حتى ما يكون في activation للimmune reaction either B-cell ولا يعني لا antibodies ولا cell mediated. Colonization may or may not be a precursor of infection. أحياناً تسبق الانفكشن بكولونيزيشن وأحياناً لا. الكولونيزيشن لا يتطور إلى أكثر من ذلك. وطبعاً هذه تختلف حسب البيشنت وحسب المرض. Colonization may be a form of carriage and potential transmission source. عشان كده إحنا مهم إنه إحنا نستوعب هذا المفهوم, ومهم أيضاً to detect or isolate the colonized persons أو patients لأنهم مصدر مهم لنقل العدوى داخل المنشآت الصحية. Commensals or normal flora are microorganisms present in or on body site without causing clinical infections. هذه طبعاً normal flora اللي موجودة في البودي. بالغالب لا تسبب أي أعراض أو clinical infection ولا تطور إلى عدوى, إلا إذا كان طبعاً في خلل واضح في مناعة الشخص يجعل هذا الاتزان يعني يختل وتتطور إلى infection. إذن الانفكشن يختلف جداً عن الكولونيزيشن, لكن الidentification, detection, isolation of
those two source مهم للحد من انتقال العدوى داخل المنشآت الصحية. طيب بعد ما عرفنا مآل المايكرو أورجانيزم either to be infectious or colonized لازم نعرف types of patient نفسهم. البيشنت إما يكونوا cases أو يكونوا carrier، إما حالات أو حاملين للمرض أو ناقلين للمرض. طيب الكيسز هما a case is a person who has the pathogen multiplying infected and meets the case definition of a specific disease. كل disease عنده تعريف محدد عشان أنا I could label this patient as a case حسب الأدلة يمكن المعتمدة أو حتى بالغالب نعتمد على التحاليل أو المزارع المخبرية. A clinical case is a term that refers to overt disease when the signs and symptoms are apparent. بالغالب تظهر الأعراض. The subclinical case is a term that refers to an apparent subclinical infection and an immune response can occur without overt clinical disease. أحياناً يكون في تفعيل للإميون response لكن ما يكون في signs and symptoms واضحة. إذن الكيس هو يعتمد حسب الديفينيشن المحدد لكل ديزيز وبالغالب نعتمد على الميكروبيولوجيكال ريزلت. While a carrier is a person in whom organisms are present and may be multiplying but who show no clinical response to their presence. ما يكون في أي أعراض مصاحبة. The carrier state may be permanent. أحيانا يكون الشخص الحامل للمرض هو حامل بصورة مستمرة أو permanent أو دائمة. With the organisms always present. أحيانا يكون intermittent في فترات متقطعة. With the organism present for a various period. أحيانا يكون مؤقت temporary with the carriage for only a brief period. وهذا شيء ما نقدر نحدده بسهولة ولا بد من متابعة هذا الكارير بصورة مستمرة. ويمكن هذا دور أكثر الزملاء في occupational health طبعا بإشراف infection control. ومهم أن احنا نعرف ونتابع الحالة لهذا البيشنت عشان نقدر نحدد هل هو ما زال مصدر خطر لنقل العدوى أم لا. Carrier may shed microorganisms during the incubation period and recovery. طيب إما في فترة الحضانة أو حتى في فترة الشفاء فهذه أيضا نقطة مهمة. Timeline for infections and disease. Dynamic of infectiousness. طبعا بدأنا من susceptible host. Latent period أو الفترة الكامنة أو فترة الخمول. Infectious period أو فترة العدوى أو period of infectivity يعني هي قدرة الpatient أو قدرة الميكروorganism على إصابة الآخرين بالعدوى. يعني متى يكون الشخص أو الpatient معدي للآخر هذه الفترة أيضا مهمة. Non-infectious إما بالريموفل أو الريكوفري أو لا قدر الله الدد. ودائما هذا هو timeline المتوقع. Dynamic of disease. الديزيز نفسه for example for a susceptible host يكون عنده incubation period أو فترة حضانة أو هي الفترة من دخول الميكروorganism عفوا إلى أو إصابة الميكروorganism لشخص محدد حتى ظهور الأعراض. ودائما هذه الفترة هي اللي إحنا نهتم بها جدا في مكافحة العدوى لأنه قد يكون الشخص معدي قبل ظهور الأعراض فهذه الفترة جدا جدا هامة للعزل حتى أنه إحنا نتأكد هل ظهرت أعراض بنهاية الانكوبيشن بيريد وأصبح الشخص مريض ومعدي للآخرين وانتقل أنه يكون انفكشوس ولا هو شخص سليم بعد الانكوبيشن بيريد وما عنده أي أعراض ومرت العدوى أو مر التعرض هذا بسلام. فهذه جدا فترة مهمة. سيمتماتيك بيريد إذا ظهرت الأعراض وإما يكون الانفكشوس باي ديد ريكفري إميون أور كارير. طيب خلينا نفصلها أكثر. الليتنت بيريد في الانفكشن وايز
أو فترة الركود أو الخمول هي أحيانا تسمى أيضا بالليتنسي بيريد أو البري انفكشوس بيريد. نرجع تاني للرسم، الليتنت بيريد هي بري انفكشوس، هي ما قبل فترة القدرة على الإصابة بالعدوى. Is the time interval from exposure to infectious or infected by pathogen to infectiousness capable to transmitting pathogen to other susceptible individual، من بداية التعرض حتى الانفكشوسنس أو القدرة على نقل العدوى إلى الآخرين أو إلى أشخاص susceptible individuals. It is usually shorter or sometimes similar to incubation period. نرجع مرة تانية، أحيانا تكون shorter، أحيانا تكون similar to incubation period. علاقة الـ latent period بالincubation period هي مهمة، تمام؟ هنا نعنى أكثر بالأعراض، هي نعنى أكثر بقدرتها على الإصابة بالإنفكشن. كونها من بداية التعرض حتى قدرة الشخص على نقل العدوى للآخرين وهي يعني متوازية ومتداخلة مع الإنكوبيشن بيريد وقد تكون أقصر منها، إذن الإنكوبيشن بيريد تنتهي بظهور الأعراض. قد يكون الشخص معدي قبل ظهور الأعراض، عشان كده مهم إن إحنا نغطي كل الانكوبيشن بيريد في فترة العزل، سواء كانت latent period أقل أو مساوية. طيب الانكوبيشن بيريد اللي هي الجزء المتداخل in a disease wise، it is the time from exposure to infection infected by a pathogen to the development of a symptomatic disease اللي هي the appearance of a sign symptoms. It is usually longer or sometimes similar to latent period. مثل ما ذكرنا latent period يا تكون similar to incubation أو أقل، incubation similar أو أطول، هي من بداية الانفكشن حتى ظهور الأعراض. It determines the duration of quarantine أو فترة العزل for exposed person until they can resume regular activity. مهم جدا الانكوبيشن بيريد وتطبيقها على الانفكشن كنترول. طيب الانفكشوس بيريد أو البيريد of communicability or infectivity، it is the time during which the host is infectious، هي المدة اللي يكون فيها الشخص المصاب capable of transmitting pathogen to other susceptible host، المدة اللي يكون فيها الشخص أو المريض قادر على نقل أو إصابة الأشخاص الآخرين بالعدوى، مهمة جدا. Related term is the shedding period، هي الفترة اللي يكون فيها shedding للمايكرو أورجانيزم وقدرته طبعا على إصابة الأشخاص الآخرين، which define as the period during which a host or a patient exerts pathogen إما through sputum, saliva, urine, feces or other body fluid. طيب in a disease wise احنا نهتم اكثر في disease بالsymptoms. Symptomatic period is the period in which a characteristic symptoms of the disease are present، من بداية ظهور الأعراض حتى انتهاءها هي symptomatic period، هي فترة ظهور الـ signs and symptoms. Although variable from disease to disease, the patient can be infectious before or after the symptomatic period. طبعا تختلف من مرض لمرض، وجود الأعراض أو عدم وجودها ليس المسبب أو المحدد لفترة العزل أو قدرة البيشنت على نقل العدوى للآخرين. من المهم أني أنا أعرف الانفكشوس بيريد، متى هذا الشخص قادر على نقل العدوى وللآخرين، وأيضا الانكوبيشن بيريد قدرته على نقل العدوى للآخرين حتى في حالة عدم ظهور الأعراض. مهمة جدا هذه التعريفين في الانفكشن كنترول. هذا رسم بسيط وتتداخل من يعني هذه الفترات وتختلف من ديزيز إلى آخر، لكن المهم جدا أني أنا أعرف أن الانكوبيشن بيريد period of communicability أو الانفكشوس هي مهمة
لعزل البيشنت كونها هي الفترات اللي يكون فيها البيشنت قادر على إصابة الآخرين بالعدوى أو نقل العدوى. ناخذ كده اكسرسايز سريع. The pain when an infected host can transmit the agent to another host. ايش تسمى؟ incubation ولا latent ولا infectious؟ صوت طالع انا. Excellent, infectious period. Excellent. طيب, a time between transmission of the agent and the start of infectiousness. Latent. الأخيرة, a time between the transmission of agent and the first sign or symptoms. مهمة. Excellent, incubation period. طيب يمكن هذا جدول فقط توضيحي انه الانكوبيشن بيريد او فترة الحضانة او الفترة اللي قد يكون فيها الشخص قادر على اصابة الاشخاص الاخرين بالعدوى بالرغم من عدم ظهور الاعراض هي تختلف من مرض لمرض وبالتالي تختلف فترات العزل حتى التحقق من انه هذا المريض سليم وإن شاء الله ما عنده الـ possibility to transmit the disease to another. قد تكون جدا قصيرة زي النوروفيروس من يوم إلى يومين وقد تمتد إلى حوالي 180 يوم أو الستة أشهر زي في حالات الهيباتايتس. فمن المهم جدا أنه أنا أعي كم مدة الانكوبيشن بيريد للديزيز اندر انفستيجيشن اور ديزيز اوف انترست عشان اقدر اتابع المرضى او حتى الاشخاص المعرضين او المخالطين. وهذا طبعا له استخدام جدا مهم في الانفكشن كنترول ومثل هذه الجداول دائما تكون في المصادر او المواقع المختلفة زي CDC وغيره. من المهم أني أنا أحرص على معرفة الانكوبيشن بيريد لعزل المخالطين. طيب الكيس ديفينيشن يمكن تختلف شوية في الكلينيكال عن الإبيديميولوجيكال ديفينيشنز. بالعادة في علم الإبيديميولوجي أو في الإنفكشن كنترول نقسم الحالات either to susceptible or possible case, probable or confirmed case. في confirmed case وهي الأسهل دائما الديagnosis يكون confirmed by laboratory analysis. في probable case دائما يكون في epidemiological link لكن still the case not confirmed, أحيانا يكون pending أو لسه التست not done. طيب في probable case بالغالب يكون في sign of symptoms with epidemiological link. يعني إيش epidemiological link؟ يعني هذا patient exposed to a confirmed case إما بالمخالطة أو التعرض إلى نفس مثلا exposure أو أكلوا نفس الطعام عايشين في نفس المكان in the same room for example. فهذه probable case to be confirmed. For a susceptible case, clinical signs and symptoms without any epidemiological link or laboratory confirmation. وطبعا هذه الاعتبارات جدا مهمة خاصة في حالات التفشيات داخل منشآت الصحية أن أحدد هذه الحالات عشان أقدر أتابعها وأحصرها. طيب بالغالب تختلف الأوصاف. Laboratory confirmation دائما يعطيني المايكرو أورجانيزم وأحيانا for a specific serotype. A sign of symptoms يعني حسب ال kind of disease either gastrointestinal symptoms, respiratory symptoms, fever or others. وحتى إذا نتذكر السكورز المحددة في الرespiratory ترياج فيها الكثير من ال sign of symptoms اللي تخلي لي الكيس
susceptible or probable case حسب إذا كان عندها epidemiological link or not. تحديد الـ person، هل مثلا هذا الـ disease of interest هو في among neonate among the adult في place محدد for example الـ ICU من الـ medical من الـ surgical ER time for a specific period of time. The primary case or secondary case. The primary case بالعادة هي directly exposed case to the outbreak source. هي اللي الحالات اللي تعرضت مبدئيا إلى المصدر الأولي للتفشي. In contrast, secondary case are defined as individual who contracted the illness through exposure to a primary case rather than outbreak source. مثلا خلينا نقول الـ outbreak source كان مصدر مياه ملوثة وهذا وأصيب بها patient محدد وهذا الـ patient تعدى شخص آخر by هو تعدى by ingestion وبعد كده by fecal-oral route عدى secondary case. لكن الـ primary case هي اللي تعدد من المصدر الأساسي الملوث للـ outbreak. في الـ secondary case should be included in the defining the scope of the outbreak. مهم إنه إحنا to detect the secondary cases لأنها أيضاً بدورها تكون قادرة على نقل العدوى إلى أشخاص آخرين وآخرين. But are not included in the analytical study to identify the source of outbreak. طيب قبل شوي إحنا تعرفنا على الـ analytical study. هي هذه الكيسز تفتقر إلى الإكسبوجر أوف ريسك فاكتور. إذا إحنا حسبناها في الأوتكم الأساسي للأوتبريك ستدي هي تؤثر على الأوتكم، فضروري أن إحنا نعي هذه التصنيفات this is the primary and this is the secondary عشان لا تؤثر في الأسوسيشن النهائية. الأنتكس كيس أيضا تعريف أو مصطلح مهم وبالعادة نرمز إلى الفيرست كيس among the number of similar cases that are epidemiologically related في سلسلة من المرضى لوباء محدد أو تفشي محدد أول حالة هي اللي نرمز لها بالأنتكس كيس. طيب الكيس فايندينجز the method of identifying a patient with HAI through combination of review. طيب كيف احنا نقدر to detect the case or to find the cases اما through a medical reviewing the medical record, asking the questions, checking laboratory test, imaging, relevant data الى اخره حسب ال case definition المعتمد. وبالغالب مثل ما ذكرنا احنا نعتمد اكثر على ال test نفسه. طبعا السؤال عن الابيديمولوجيكال لينك ايضا مهم للكشف عن الحالات البروبابل والسسبتبل تحسبا يعني انفايرمنتال سامبلينج. طيب الانفايرمنتال سامبلينج او العينات البيئيه هي ايضا جزء مهم من الانفكشن كنترول براكتسز في اي منشاه صحيه، لكن بالغالب احنا لا نفعلها بشكل روتيني. It's not recommended إنه إحنا نأخذ عينات من البيئة بطريقة روتينية. دائما العينات اللي من البيئة تأخذ إما لغرض بحثي أو في حالات التفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية أو في بعض ال وطبعا بعد الرينوفيشن والكونستراكشن او في بعض الديبارتمنت مثل يعني عينات المياه اللي تؤخذ مثلا في اقسام غسيل الكلى او في الاي واشنج ستيشن او في الدرينكينج ووتر يعني حسب الهوسبيتال بوليسي، لكن بالغالب لا تؤخذ بطريقه مستمره وعشوائية ما لم يكن هناك سبب قوي للاستفادة من العينات البيئية. طيب الكيسز بعد ظهورها إما أنها تكون at sporadic level يعني occasional cases occurring at irregular intervals ظهرت بشكل متقطع مختلفة في أزمنة مختلفة. This is called the sporadic cases or sporadic level.
أو أحياناً تكون endemic. يعني إيش endemic؟ يعني هي مستوطنة في مكان أو منشأة أو منطقة أو مدينة أو حتى دولة محددة. persistence occurring with the low to moderate level. هي موجودة بصورة مستمرة. خلينا مثلاً نقول example زي الدينجو فيفر مثلاً في جدة، الملاريا مثلاً في جازان وهكذا. hyper endemic level إنها it's already persistent لكن بطريقة أكبر أو a higher level of occurrence. تمام، وهذا يسمى hyper endemic، معناته في عوامل أدت إلى زيادة معدل الاستيطان عن الوضع الطبيعي. we should investigate and control. طبعا هذه المصطلحات هي مهمة وتعطي دلالات، وكل دلالة لابد أن احنا نتعامل معها بشكل مختلف. epidemic or outbreak، وبالغالب يسبق الepidemic أو outbreak أو التفشي مرحلة اللي هي clusters أو التجمع للحالات، لكنها ما ترقى إنها تكون very excess in number. لكن في الepidemic أو outbreak occurrence clearly in excess of the expected level in a given time period and location. مهم أيضا تحديد time والplace. ويمكن الدليل الأخير المحدث للأوتبريك أو للتفشيات محدد في عدد الحالات المتوقعة لكل مايكرو أورجانيزم، ومتى نعتبر الأوتبريك من certain مايكرو أورجانيزم now is an outbreak حسب عدد الحالات. الباندميك طبعاً اللي كلنا عشناها في كوفيد هي epidemic أو outbreaks spread over several countries أو continents، عدة دول أو حتى قارات affecting a large number of people. هذه ما تسمى بالباندميك أو الجائحة. طيب خلينا ناخد examples sporadic cases، يعني MERS, AIDS, herpes zoster، يعني مو شرط فقط هذه الأمراض، كل مرض ممكن يكون endemic, hyper-endemic, epidemic أو حتى لا قدر الله pandemic، لكن هذه تقريباً شائعة. endemic زي مثلاً الملاريا في أماكن محددة، التوبركلوزز أيضاً في مناطق محددة. hyper-endemic خلينا نقول مثلاً في دول محددة، قد يكون الهيباتيتس بي endemic وعندهم مثلاً مدن أو قطاعات أو محافظات زائد فيها الهيباتيتس بي كيسز أو هايبر إنديميك. الإبيديميك أو الأوت بريكس تحصل في كل المايكرو أورجانيزم، ويمكن في أمثلة جدا مشهورة حدثت أو وي إكسبيرينسد في المملكة، خاصة في الميرس كوف. البانديميك يمكن أشهرها كان الكوفيد 19. طيب just to wrap up, expression of infectious diseases when a susceptible host is exposed to a source of infection, a wide range of quantitative responses may occur. إما أنها تكون subclinical أو تكون colonization، ومو يعني بالضرورة إنه يكون colonization في any clinical sign and symptoms أو حتى immunological response. طيب وجود ما يسمى بالcolonization أو حتى subclinical infection معناه في كثير من الinfections هي موجودة لكنها غير ظاهرة للسطح أو للعيان، كون أنه there is no sign and symptoms. فهذا الشيء يعطينا ما يسمى بظاهرة الiceberg concept of infection أو جبل الجليد، معناه أو يعكس أنه there is a largest number of responses occurring subclinically below the waterline of clinical recognition. The existence of these an apparent event can be recognized only by laboratory means. يعني في حالات مثلا المسح مثلا البرامج الوطنية لمسح أمراض محددة تعطينا ممكن فرص صورة أكبر وأوضح عن المصابين بصورة subclinically. such as isolation of the organism or measurement of immune response.
طيب من المهم انه احنا ايضا نعرف هذول الاشخاص والامباكت اوف ايتش ديزيز من هذه الامراض اللي قد تؤثر وتنقل للاخرين ويكون عندها very fatal or critical outcome. فهذا جزء ايضا مهم في الانفكشوس ديزيز epidemiology. This is هذه الرسمة بتلخص الـ phenomena of iceberg concept of infection. Symptomatic هي اللي دائما تكون ظاهرة، لكن تحت الواتر لاين جبل الجليد يكون أكبر بكثير، إما for asymptomatic infection or exposed not infected yet. وأيضا ممكن يكونوا مصدر كبير لنقل العدوى للآخرين. طيب ذكرنا either asymptomatic or asymptomatic. Symptomatic يا إما لا قدر الله ينتهي بهم المطاف بالدث or severe or complicated disease أو mild disease حسب كل مرض وحسب الحالة أو situation of each host. Exposed without infection يمكن لسه هو في طور تكوين الانفكشن وأن يصبح قادر على نقل العدوى للآخرين، أو حتى infected without clinical sign and symptoms or subclinical infection or asymptomatic patient or person. طيب من المفاهيم المهمة اللي هي HAI أو healthcare associated infection والعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. متى نطلق على عدوى إنها عدوى مرتبطة برعاية صحية؟ It is an infection that occurs in a patient as a result of care at the healthcare facility that was not present at the time of admission to the facility. يعني هي العدوى اللي تصيب المريض نتيجة لتلقيه العلاج أو الرعاية داخل منشأة صحية ولم تكن موجودة أو لم يكن مصاب بهذه العدوى أثناء دخوله للمنشأة or upon admission. To be considered an HAI, the infection must be diagnosed after the patient spent more than 2 calendar days in the healthcare facility. باعتبار أنه يوم التنويم هو اليوم الأول، إذن اليوم الأول اليوم الثاني من غير الممكن ظهور any HAI or healthcare associated infection بداية من اليوم الثالث فما بعد يوم التقويم الثالث فما بعد هذا المريض هو possibly انه يكتسب او يكون عنده عدوى مرتبطه بالرعايه الصحيه، طبعا حسب الكريتيريا المحدده والديفينيشنز المحدده. قبل ده قبل اليومين لا، غير ممكن. It's not possible. For example, if admitted at Sunday باعتبار انه Sunday هو اليوم الاول، then Monday هو اليوم الثالث، the first acceptable diagnosis of HAI will be Tuesday الاحد، الاثنين يوم الثلاثاء، وما بعده هي الأيام المقبول أو المعقول إنه يصاب فيها البيشنت بـ HAI. Note that we are using calendar days. إحنا ما بنستخدم ساعات، لكن إحنا بنستخدم أيام التقويم. إذن اليوم الثالث فما بعد. It should be noted that HAI and outbreaks are two different terms. طيب مهم جدا انه احنا نفرق بين هذه المصطلحين، يمكن هي سهله جدا في التفرقه لمنسوبي مكافحه العدوى، لكن من احد اهم ادوار مكافحه العدوى هي ايصال الرسائل او كوميونيكيت الفايندينجز مع الستيك هولدرز. قد يكون بعض الستيك هولدرز يعني يفتقروا الى مثلا القدرة على التفريق ما بين العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية أو التفشي المرتبط بالرعاية الصحية. فمن المهم أنه إحنا نكون قادرين إحنا نفرق بين هذين المصطلحين ونشرحهم بشكل واضح للآخرين، وأيضا نعيهم إحنا أيضا بحيث أنه وجودهم هم الاثنين ينم عن قصور في إجراءات مكافحة العدوى، لكن مدى التدخلات وحدتها وسرعتها وحتى الثريشولد
يفرق جدا، وحتى طلب الدعم من الستيك هولدرز ايضا ما بين الاثنين مهم. Therefore, HAI is not necessarily to be an outbreak. مو كل HAI هو outbreak. مو كل عدوى مرتبطة بالرعاية الصحية هي تفشي مرتبط بالرعاية الصحية when detected sporadically. طبعا إذا زادت عدد الـ HAI في وحدة محددة أو داخل منشأة صحية محددة قد نرمز لها يعني أنه there is an outbreak of HAI. وإذا كانت من أحد الموديولز المستهدفة واللي لها بنشمارك واضح سواء كان locally, nationally, internationally أيضا تعكس نفس المعنى أنه أنا عندي a higher rate or number of event than expected حسب البنشمارك regionally, nationally أو حتى internationally. Additionally, an outbreak can be due to HAI or non-HAI event, مثل ما ذكرنا, when community infections become the source of in-hospital outbreak. Again, this is COVID is a good example. أحياناً تزيد عدد الإصابات بأمراض محددة لأنها قادمة من الpublic, قادمة من الcommunity, وهي مو من يعني طريقة انتقالها ما بين المرضى مو داخل المنشأة الصحية لكن من الكوميونيتي, وقد تكون العكس لا قدر الله. Prevention measures should be implemented for any detected HAI or سواء كان outbreak or not. الاثنين يستلزموا تدخل سريع من مكافحة العدوى, لكن فهم الآليات والمصدر والمسببات أحد أهم عوامل التحكم و control and prevention. طيب الأوتبريك أو مصطلح التفشيات مهم, والزملاء اللي حيكونوا معنا في برنامج الهويس هو جزء لا يقل أهمية عن جزء السيرفيلنس أو جزء الترصد, يمكن أكثر حاجة نأمل إنها ما تحدث داخل المنشآت الصحية هي الأوتبريك. It's the disease occurrence in a population above the normally expected rate at any given time or location. The expected number of cases can be determined through ongoing disease surveillance. ما أقدر أحمي أي منشأة من outbreak أو تفشي إذا ما كان عندي برنامج ترصد قوي well implemented داخل المنشأة. So surveillance هو الخطوة اللي تسبق قدرة أي infection control department أو program على identification control any outbreak. This involves the systematic collection of numerator and denominator. إحنا دائما في surveillance يمكن زي ما ذكرنا في المحاضرة الأولى نهتم أكثر بالأرقام وتحديد magnitude of the problem سواء كان prevalence أو incidence. وعشان أنا أحسب هذه الحسابات الإحصائية لابد أن يكون عندي بسط ومقام أو numerator ودينومينيتر data using a standardized case definition and a surveillance method. آلية السيرفيلنس لابد أنها تكون واضحة وموحدة, وأيضا الكيس definition أو الإيفنت definition لابد أن يكون standardized داخل المنشأة ككل. طيب أحد أهم التولز اللي تساعد في communicating الداتا أو شرح الداتا أو حتى إيصال المعلومة للآخرين في تحديداً في حالات الأوتبريك هو الجود ريبورتينج. والجود ريبورتينج لا يخلو من استخدام أهم الأدوات الوبائية لشرح والتعبير عن الداتا, إما ب tables أو graphs أو chart. وأنا متأكدة أنه إذا حضرتوا الـ RRT course يمكن راح تستفيدوا أكثر وأكثر من هذه الأدوات. صراحة أجد أنه اليوم فرصة جيدة نحن نعرج على واحد من أهم هذه الأدوات اللي هو الـ epidemic curve أو المنحنى الوبائي. أتمنى أنه الجميع يكون قادر على السكان أو مسح الـ QR code بحيث أنه يصل إلى
صفحة فيها شرح أكثر عن أنواع الإبيديميك كيرف، وكيف كل نوع من أنواع الإبيديميك كيرف يعطيني دلالة على السورس أوف ذيس أوت بريك، ويساعد أكثر في التفكير أو الحد من انتقال العدوى والكنترول of source of this kind of outbreak. طيب الـ epidemic curve إيش هو؟ The epidemic curve is a visual representation in the form of graph or chart predicting the onset and progression of an outbreak of an infectious disease in a population. An epidemic curve plots the number of reported cases over a period of time. هي أو هو رسم بياني أو رسم يوضح العلاقة ما بين عدد الحالات والمدة الزمنية. المدة الزمنية قد تختلف من أيام، من ساعات، أيام، أسابيع أو حتى أشهر وسنوات. أتمنى أنكم تطلعوا على هذا الكود وأيضا الموقع اللي يعطينا تفصيل أكثر عن أنواع الإبيديميك كيرف و prediction of a source. البوينت سورس من اسمه point، يعني ال persons are exposed to the same common source over a brief period of time such as through a single meal or event attended by all cases. يعني إذا تعرض جميع الأشخاص المصابين أو الانفولف في هذا الاوتبريك إلى مصدر واحد نسميه point source. معلش هتنقل كده شوية ما بين السلايد عشان نشوف أكثر الرسم البياني، كده حيكون شكله point source، تعرض واحد incubation period أو مدة واحدة one peak point source، الكل تعرض، الكل انتهى من هذا التعرض أو من هذا الديزيز. طيب الكونتينيوس أو هو التعرض بصورة مستمرة لمصدر عدوى. Exposure is not confined to one point of time لكن prolonged over a period of times either days or week or longer such as cases are spread over a greater period of time depending on how long the exposure persists last more than one incubation period. هذا الـ continuous. شوف عدد الحالات، طبعاً كل مربع يمثل عدد حالة، هذه هي عدد الحالات، وهذا مثلاً نعتبره أنه time axis. نشوف أنه التعرض مستمر 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 و multiple incubation period، خلينا نقول أنه كل peak هو يمثل incubation period، ففترات حضانة مستمرة مستمرة مستمرة. يمكن أحد أهم أشهر الأمثلة للـ continuous source، خلينا نقول مصدر مياه ملوث أو بئر يشرب منه سكان مثلا مدينة محددة أو ديبارتمنت محدد. إذا كنا we want to reflect this on infection control inside healthcare facilities. التعرض مستمر. طيب في الـ propagated does not have a common source، هو مو مصدر وحيد، but instead caused by spread of pathogen from one susceptible person to another. يعني أشهر الأمثلة person to person، ويمكن أشهر شيء داخل المنشآت الصحية هو propagated من شخص إلى آخر من شخص إلى آخر. وإذا لاحظنا different incubation period، شخص another incubation period عدا آخرين، كل شخص عدا آخر وكل شخص عدا آخر، وتتزايد عدد الحالات مع التايم بزيادة عدد المصابين والمعرضين. Person to person propagated. إذن هنا أنا أعرف أنه في انتقال بواسطة أشخاص، ويمكن إجراءات مكافحة عدوى غير صحيحة، ما سووا هاند هايجين، ما لبسوا بي بي إي، الانفايرمنت عدد شخص وآخر، ديفايس ملوث وانتقل إلى آخر وآخر وآخر وهكذا. طيب الانترميتنت هنشوفها انكيبيشن بيريد وتنتهي، انكيبيشن بيريد وتنتهي، انكيبيشن بيريد وتنتهي، مشابهة جدا للبوينت سورس، لكن التعرض وأيضا هي تجمع ما بين الاثنين، التعرض يعني مستمر لكنه متقطع، هنا continuous لكن هنا incubation period وفي فترات free of infection.
أشهر الأمثلة عليها أنه يكون مصدر واحد ملوث، لكن تعرض الناس ليه بطريقة متقطعة، مو زي المياه اللي متعرضين لها بطريقة مستمرة. خلينا مثلا نقول canned food، مثلا أطعمة معلبة، مو كلهم حياكلوا الأطعمة المعلبة في نفس الوقت. مجموعة من الأشخاص أو المرضى أكلوا الطعام مثلا ملوث في فترة زمنية محددة، بعد كذا انتهى، بعد كذا رجعوا مجموعة أخرى وهكذا. طيب intermittent source similar to continuous but exposure is intermittent with multiple peaks. أتمنى أنها تكون واضحة، وأتمنى أنكم أيضا تطلعوا على اللينك في الـ QR code. HAI outbreak is an increase in the number of HAI events among patient or staff over and above the expected number of cases مثل ما ذكرنا. لكن هنا نقول cases و staff لأنها داخل المنشأة الصحية because أنها HAI. HAI outbreak is met when there are two or more cases of HAI caused by the same organism, epidemiological link to the location, exposure and duration. ويمكن هذا التعريف الأخير اللي اعتمدوه الزملاء في التفشيات في their own manual أو دليل الأوتبريك، وهو ألار مهم لأي infection control practitioner داخل أي منشأة صحية. لابد أنه they investigate about the root causes ويحاولوا يحلوها ويصححوا المشكلة. Again, epidemiologically linked either location أو duration. Location متى نقول إنها there is an epidemiological أو رابط وبائي للمكان. Cases involved in the outbreak shared the same unit or stop in one unit. For example, radiology كلهم راحوا radiology، كلهم عملوا عملية جراحية محددة، كلهم they are admitted in ICU أو ward محدد during the course of hospital stay. ومتى نقول إنه there is an epidemiologically linked duration أو رابط وبائي زمني؟ The duration varies from one infection to another based on the incubation period of different organisms or disease. مهم أيضا التفكير أو تحديد الرابط الزمني بناء على الانكوبيشن بيريد أو فترة الحضانة. خلال فترة حضانة مثلا واحدة في عدد حالات محدد، إذا أنا I'm expecting common source or similar source or possible outbreak. طيب سواء كانت فترة حضانة واحدة أو عدة فترات حضانة مثل ما شفنا في الابيديميك كيرف الماضي. Epidemiologically linked exposure أيضا رابط وبائي التعرض human to human، إما من شخص لآخر أو environmental exposure في مصدر بيئي محدد، إما مثلا غرفة مريض محددة، device محدد وهكذا. Exposure to common source، إما مصدر أو vehicle أدى إلى أو قد يكون سبب أو رابط وبائي محدد لـ exposure. مهم إن إحنا نفكر فيها جميعا، سواء كانت epidemiologically linked exposure, duration وأيضا location أو place. Note, outbreaks in healthcare facilities are often multifactorial, including branches in infection control or clinical practices, contaminated devices and infected or colonized patient and or healthcare workers. ويمكن لاحقا إن شاء الله خلال الكورس to control any outbreaks. أحد أهم الـ steps of outbreak investigation إني أنا أبدأ على طول infection control measures، سواء أنا حددت السورس أو ما حددته، في كل الـ possible factors or multifactorial causes اللي ممكن تؤدي إلى الـ outcome، عشان أقدر أوقف سلسلة الحالات المستمرة. وبالغالب داخل المنشآت الصحية يكون في أكثر من سبب وليس مصدر واحد فقط. طيب يمكن قبل النهاية نسمع دائما الأمراض الناشئة والمستجدة emerging and re-emerging infection. إيش اللي نقصده بالأمراض الناشئة والمستجدة؟ In some rare emerging and re-emerging disease
and high risk pathogen when pathogen is enough to declare an outbreak in healthcare facilities that unlikely to be affected by that type of pathogen. يعني خاصة في الأمراض الناشئة والمستجدة وبعض الأمراض لها impact عالي وتكون high risk pathogen, ما في مثلاً limit محدد عشان أقول إنه أنا ارتقيت الآن إلى outbreak. أحياناً حالة واحدة كفيلة إن أنا I announce an outbreak مثل MERS, monkeypox, Ebola وإلى آخره. Emerging infectious diseases are defined as infectious diseases that are newly recognized. هذه طبعاً الأمراض الناشئة والمستجدة أحياناً طبعاً in a specific population or have existed but are rapidly increasing in incidence or geographic range. قد تكون أمراض موجودة سابقاً وقد اختفت والآن استجدت مرة أخرى, أو أمراض لم تكن موجودة ونشأت في المجتمع أو في الكوميونيتي ولها آثار جدا خطيرة. بالغالب الإمرجنج أند ري إمرجنج إنفكشن هي زونوتيك باثوجين, هي مرتبطة ارتباط وثيق بالحيوانات. ويمكن أحد أهم الكونسبت المهمة مؤخرا هو الوان هيلث. الكونسبت عموما حق الوان هيلث إنه كل الأمراض هي مرتبطة بالبيئة والحيوانات, مو فقط يجب علينا فهم الترابط ما بين الانفكتوس ايجنت ان هيومن, لكن مهم ايضا نحن نعرف او نعي العلاقه ما بين الانفكتوس ايجنت والانفايرمنت الكلايمت وايضا الحيوانات المحيطه. فاكتورز كونتريبيوتينج تو ايمرجينج انفكتوس ديزيز انكلود باثوجين جروث سبريد ان هيلث كير فاسيليتيز, aging population, global travel, and changing vector habitat related to climate change. طبعا هذه كلها عوامل تؤثر على ظهور أمراض جديدة. It should be noted that diseases or disease that can be considered emerging and re-emerging in one country is not necessarily considered emerging in another country. يعني أحيانا يكون في أمراض ناشئة أو مستجدة تعتبر في دولة محددة, لكن في يعني في دولة أخرى لا تعتبر بهذه الخطورة. For example, dengue fever is considered emerging and re-emerging disease in US, while it's endemic in certain cities في Saudi Arabia such as Jeddah ومكة. فأيضا مهم إنه إحنا نعي وندرس ونطلع على مختلف الأمراض المعدية في مختلف بقاع الأرض عشان نكون قادرين على التعامل معها, خاصة في المواسم المحددة, وخاصة إنه المملكة تستقبل العديد يعني من الجنسيات والأشخاص من مختلف المناطق المختلفة. طيب انتهينا من بهذه السلايد من محاضراتنا أو الجزء الأول من محاضرات هذا اليوم. إن شاء الله بإذن الله أتمنى أن تكون المحاضرات كانت خفيفة. أنا عارفة أنه فيها جزء كبير نظري, لكن هو جزء مهم يساعدنا أكثر على فهم معنى الإبيديميولوجي وأيضاً استخدام وتطبيق هذه المفاهيم أو المبادئ في الانفكشن كنترول. أتمنى أيضا إذا كان أي أحد من الزملاء والزميلات عنده أي سؤال يشاركنا إما في الشات أو برفع اليد. قبل ما ننتقل أعتقد مع أستاذ أبرار إلى البريك الأول أو حسب يعني